وأنتم بألف خير. يسر مؤسسة الحوار الإسلامي الإنساني أن تفتتح موسم الثقافي التاسع بشخصية أكاديمية علمية محترمة خدمت العراق وأهل العراق وخدمت مهنتها التعليمية، ذاك هو الدكتور البروفيسور موسى الموسوي عميد جامعة بغداد، والشخصية رئيس جامعة بغداد والشخصية العلمية التي ستتحدث عن واقع التعليم العالي بما عليه وبما هو كتعليم عالي. ابتدأنا هذا الموسم الثقافي بهذه الشخصية، وسنتابع هذا الموسم حتى نهاية هذه السنة. لنا موعد معكم في كل يوم في أمسية كل أربعاء لهذا الشهر. البرنامج هو موضوع في على طاولة الاستعلامات، وأحب أن أنوه قبل الختام ما هو المعتاد أن أسبوعنا القادم الأربعاء القادم ستكون أمسية للدكتور محمد علي زيني العلوم العربية الإسلامية حضارة أشرقت ثم غابت، وهو موضوع مثير للجدل. على كل حال أرجوكم أن ترحبوا معي بالبروفيسور موسى البوسوي، أهلا وسهلا بكم. علينا موضوع التعليم العالي للعرب باعتبار موضوع في الوقت الحاضر يهم أكبر شريحة موجودة في المجتمع العراقي، لأن كل عائلة عراقية عندها أبناء وعندها بنات وكلهم يبحثون عن الدراسة العليا أو الدراسة الجامعية. وإذا أريد نستعرض الواقع التعليم العالي بالعراق قبل 2003، هذا موضوع طويل وشائك والآخر، ولم يكن الحقيقة هو كان متقدم إلا أنه تدهور بعد الحروب اللي خاض العراق مع الجارة إيران والكويت، وبعد خاصة بعد التسعينات عندما أصبح الحصار الاقتصادي على العراق، ومن بين هذا الحصار كان الحصار العلمي. ورافقت هذه العملية الحصار العلمي أن المئات إذا مو الآلاف من الأساتذة الجامعيين هاجروا وتركوا الجامعات وتركوا وراهم اللي كان مشرف على دراسات عليا عاف الطلاب مالته، واللي عنده طلاب دراسات أولية واللي عنده مواضيع واللي عنده كورسات عفوا الجامعات وذهبوا كل واحد لأسباب، يعني أكثر من عندهم أسباب يحمل الدخل في هذا الموضوع. وبالتالي أصبح التعليم العالي في أزمة. أولا صار نقص شديد بالتدريسين، ثانيا الدولة غير قادرة أن تعوضهم من برا، جيب هنود ومصريين ويعني من الدول الغربية أو الشرقية، لأن ما عندها عمدة صعبة، فإذا لازم تعتمد على اللي موجود. ففتحت الباب
المصراعي للدراسات العليا. قدموا طلاب الدراسات العليا وجبروا الكليات في ذلك الوقت. انا طبعا كنت معاصر هاي الازمان، يعني انا ما دعتش كرويات، يعني انا عايش في السمعه معها. كانوا يجبرون الكليات حتى لو ما كان عندها استاف او مختبرات يجب ان تفتح دراسات عليا. رحت من برا، من خارج الجامعة، من الوزارات، من أي جهة، المهم أنه أنت لازم تفتح دراسات الماجستير والدكتوراه. وكانوا الكثيرين يفتحون الدكتوراه والماجستير، الدكتوراه بالذات، وكان غير متوفر ضوابط قبول الدكتوراه. على كل مشت الأمور بهذا، لازم يعالجون الموضوع. قبل التسعينات بدأت تتخرج أعداد كبيرة من الخريج الماجستير والدكتوراه لسد النقص الهائل اللي صار في الجامعات، إلى أن سقط النظام. وأن سقط النظام خلف في الحقيقة تركة ثقيلة ومظلمة في التعليم العالي لكيفية معالجة هذا الموضوع. أولا يكون التحتية دمرت، المختبرات دمرت، أساتذة ماكو، وخدمات ماكو، كهرباء ومي ماكو، تبريد ماكو، وهكذا. فلا بد لأبناء العراق أن يشدون حزم. مرات الحاجة أم الاختراع. فأول من داوم من الوزارات كانت الجامعات مارسة أعمالها. يعني هو 9/4 سقط النظام، ب 17/5 تم اختيار القيادات الجامعية، 18/5 داموا الطلاب. وهذا الوقت اللي اقتطع بسبب الحرب والأعمال الحربية عوض بعدين إلى شهر تموز وآب، صارت امتحانات في شهر آب وامتحانات الدور الثاني رأسا وراها، ومباشرة بدأت السنة الجديدة. فما كانت تنفع عطلة في تلك السنة حتى لا الطلبة تخسر الفترة من عمرها. أول ما بدأت الحقيقة هي هذه النقطة المضيئة في التعليم العالي بال 2003، بدأت أن القيادات الجامعية يجب أن تكون منتخبة. وعندئذ تم الترشيح، ورشحوا عدد كبير من الأساتذة، قسم إلى رئاسة الجامعة، قسم إلى مساعدة الجامعة، وقسم إلى عمادات الكليات. وتم انتخابهم من التدريسيين والمؤهلين للانتخاب، وكان يحضروها هاي الانتخابات. طبعاً يحضر كان واحد من الأتانا ذكر كان قاعد حاضر، حضرها جارنر اللي كان قبل بريمر، وكان يحضرها عدد كبير من المسؤولين. ويصير الانتخاب نزيه وعلى الأصوات، وطلعت القيادات الجامعية. يعني احنا داومنا 17/5 احنا تم انتخابنا بالأكثرية وداومنا، وصار قبول كبير من قبل الطلاب ومن قبل التدريسيين ومن قبل المجتمع، باعتبار ان اللي انتخب يعني اما معروف او عنده كفاءة، عنده مقبولية لدى يعني الطلاب او لدى المجتمع التعليمي او الجامعي، وبالتالي تم قبول هذه يعني الخطوة. ومشت الامور بهذا الاتجاه، وكانت جامعات تشتغل وما عندنا لا دولة ولا وزارة ولا شرطي ولا جيش. يعني الدولة واحدة تمشي، ما لا وزير ولا رئيس وزراء، وكل شيء ماكو. بعدين صار رئيس الحكم وبدت الامور تنبني بهذا الطريقة اللي تعرف. الحقيقة هي هذه واحدة من الأشياء اللي يعني احنا نفتخر بها صارت بعد سقوط النظام، أن القيادات الجامعية صارت منتخبة. صارت بها سلبيات، من بين السلبيات اللي صارت بها قسم من اللي انتخبوهم صارت عليهم تكتل، وكانوا يحشدونهم جماعة، ويعني تكتلهم خلى يفوز بالانتخابات. والقسم الآخر كانوا طلع عليهم مشمولين بقانون الاشتفاء. والاشتثاث تعرفون يعني قانون هو ملزم هذا لكل دوائر الدولة، المشتث اللي هو عضو فرقة والعضو شعبة
لا يجوز أن يكون في مواقع قيادية. فصاروا التزموا جماعة كثيرين فازوا بهذه المناصب وخلق مشكلة للوزارة اللي بعد ما تكونت وزارة التعليم العالي، خلق مشكلة أنه شلون يطلع هذول، لأن أعداد كبيرة خاصة في المحافظات مثل صلاح الدين وفي الأنبار، دول ما يعني كانوا لازم يكون في مواقع. هنا واحدة من المشاكل اللي خلقت إلى وزارة التعليم العالي أنه شلون يطلعون دول وشلون يجيبون البديل. ولهذا السبب هذه عملية الانتخاب وراء 2003 بدأت تضمحل واضمحلت بسرعة، ففي نهاية 2004 انتهى العمل بهذا الانتخاب، وقام الوزير هو يعين العميل، يعين مساعد للجامعة، وحتى يعين رئيس الجامعة. وبالتالي هذا النور اللي حصلنا عليه خفض بسرعة. وواقع الحال إذا نجي في كل فقرة نقول والآن حاليا شنو اللي صار بعد مرور 10 سنوات، لا زال الموضوع هو بيد وزير التعليم العالي. يعني العميد يعين من قبل وزير التعليم العالي، وكذلك رئيس الجامعة ومساعد رئيس الجامعة، ويعني أصبح قضية الانتخاب في خبر كامل. هذه واحدة من القضايا اللي يعني كنا نتمنى أن تبقى في وزارة التعليم العالي. النقطة الثانية واللي أيضا ساعدت على انتعاش التعليم العالي هو قضية المكافآت ورواتب التدريسية. أيضا عندما سقط النظام، تعرفون حضراتكم منكم جزء كانوا موجودين، كانت رواتب التدريسية لا تتعدى $3 أو $5 مو أكثر يعني بالشهر. إلا بعد ما سقط النظام أول ما بدأوا قاموا ينطون $200 $300 وتقبلوها الناس، وبعدين بعد فترة طولت تقريبا أقل من سنة طلع القانون مال رواتب موظفي الدولة، وبالتالي زادت الرواتب وأصبح الرواتب صارت عالية. وبعدين طلع قانون الخدمة الجامعية اللي هو طلع في سنة 2008 وكان بامتيازات كثيرة، إلى أن أصبح راتب الأستاذ الآن حاليا يضاهي رواتب كل الدول العربية المجاورة وحتى هنا في بريطانيا. فأصبح الأستاذ ما عنده مشكلة بعد بالراتب، وبعض ما سمعته في اليوم أكو أساتذة الظاهرة أن رواتبهم قليلة أو أن الحال المعيشية مالتهم غير جيدة. الآن الرواتب كلش عالية. سابقا كان الأستاذ ما عنده أستاذ، الآن ما عنده سيارة، ما عنده أستاذ، الآن ما عنده وسائل يعني المعيشة الجيدة والمطلوبة الضرورية للحياة. ولهذا هذا هو الآخر يعني نقطة جيدة في مضيئة في حال وزارة في حال التعليم العالي بالعام. هذا ايش سوى؟ هذه العملية سوت أن اللي موجودين بالمهجر بدأوا يجون إلى العراق للالتحاق بالتعليم العالي. طبعاً بالبداية هم بال 2003 كثير منهم رجعوا، كانوا يتأملون خير في الوضع الجديد، بس بعد ما صارت تدهور الوضع الأمني والمشاكل اللي صارت في التهديدات بدأوا أيضاً مرة أخرى يهاجرون ويرجعون إلى مكاناتهم. بس بقت الجامعات لا تشكو من نقص بالتدريسين، كان أكو باستمرار أكو سيل من التقديمات تجي إلى الجامعات. إحنا الحقيقة في جامعة بغداد كنا لا نشكو من أي نقص، عدد من الاختصاصات النادرة بالطبية أو بالهندسية ومرات بالعلمية، واللي البقية كلها كانت موجودة عندنا ومكتفين باكتفاء تام. وكنا نكتب للوزارة باستمرار أنه لا تحولونا معنا، لأن أصبحت الأعداد كبيرة جدا. ولهذا تشوفون الآن عدد التدريسين اللي موجودين بالجامعات العراقية حوالي 43,000 تدريس. ومتقارنة بعدد الطلاب اللي حوالي الآن 500,000 في الجامعات العراقية، بنتيجة تقسم هذا على هذا تطلع نسبة الأستاذ إلى الطالب 1 إلى 12. وعالميا هو هذا الستاندرد 1 إلى 15، ولو يعتمد على الاختصاص الطبية جريت هندسية 1 إلى 1 يختلف.
وقسم من الكليات كانت نسبة الأستاذ إلى الطالب 1:6، يعني أعداد كبيرة وطلاب قليلين. فحقق أيضا التعليم العالي قفزة في تحسين الوضع الشوي، بنقول مثلا عدد الأطباء لازم يكون طبيب الألف واحد مواطن وكذا. هنا أيضا أيضا اكو ستاندرد بالتعليم العالي أنه كل أستاذ لحد ال 15، فإحنا ضمن الستاندرد الموجود. ولهذا الآن حاليا بالعراق ماكو يعني شكوى من قلة أساتذة عدا الجامعات المستحدثة الآن اللي تصير بالجنوب بالغرب بالشرق وغيرها، اللي الأساتذة اللي يجون خصوصا اللي يجون من المهجر ما يرغبون يروحون لهاي المناطق، اللي يجي لبغداد مثلا أو يجي الموصل أو للبصرة، بس مثلا ما يقبل يروح الجامعة السمو القاسم الخضراء، أو ما يقبل مثلا اللي هي صايرة بالقاسم مدينة بالحلة، أو ما يقبل مثلاً يروح إلى جامعة سامراء أو جامعة تلعفر. هذين الجامعات الجديدة اللي تصير الآن حديثة الإقبال عليها كلش قليل من قبل اللي يجون يتعينوا، بس الجامعات الكبيرة والمدن المهمة ماكو حقيقة حالياً ماكو يعني شكوى من قلة الأساتذة أو التدريسي. الآن نأتي على الطلبة. عند سقوط النظام كانت الكباسيتي مال الجامعات العراقية حوالي 56,000 طالب تتحمل فقط، هاي الجامعات الحكومية، وكان اللي يتخرجون من الثانويات تقريبا بهذا العدد 60-65,000، لأن أيضا كان ماكو إقبال على الثانويات. بس مع الزمن وبرغم المشاكل اللي مرت على العراق بدأ عدد الطلاب اللي يتخرجون من الثانويات يزيد، والجامعات الكباسيتي مالتها ما كانت تمشي بنفس الريت نفس الاتجاه. فإلى أن وصلنا إلى تقريبا سنة 2011 أو 12 أصبح الجامعات تستطيع أن تستوعب 80,000 طالب تقريبا، هاي اللي قدرت لها، يعني رفعت نفسها من 56 إلى 80 أو 75,000، بينما خريجين الثانويات بدأوا يزيدون وصلوا 150,000 و 180,000، والعام الماضي وصلوا 240,000 طالب، والجامعات العراقية ما عندها الإمكانية، آخر شيء ظلوا يضغطون على الكليات، زيدوا عدد الطلاب بالصف الواحد، زيدوا عدد التدريسات، فتحوا مساعي داخل الجامعات الحكومية. هذه كل هالضغوط وصلت العدد إلى 120,000، فاضطرت عندنا وزارة التعليم العالي أن تفسح المجال إلى فتح الكليات الأهلية والجامعات الأهلية. فتحت الكليات الأهلية هسه حالياً أكو 32 جامعة أهلية أو كلية، وزادت الجامعات الرسمية كانت في 2023 أصبحت الآن 27 جامعة. وبالتالي أصبح إقبال على الكليات الأهلية، الكليات الأهلية تعرفون وجوهها كلش عالية، والجامعات الرسمية صارت فيها دراسات مسائية، بالرغم من الشكوى من الدراسات المسائية. أولاً إحنا دراسات مسائية سابقاً قلنا قبل 2003 تبدي من الساعة 4 أو 5 وتبقى من 8 إلى 9 بالليل، بدأوا يعني الكليات الطلاب تتحجج، وكذلك هو الوضع فعلا يساعد على هذا التحجج، على قبول هذا التحجج، فقاموا يريدون يداومون ب 12 مثلا للثلاث الظهر، صار ما صارت مسائي، صار مثل الصباحي، او من 12 او من الوحده مثلا للاربعه، على اساس احنا امنيا ما نقدر، باصات بعد ماكو، سيارات بعد ماكو، الوضع بالشوارع خطير. وظلت هاي المشكله، وهاي الكليه تسد الدراسه المسائيه وتجي تفتح وهكذا، يعني ظلت بعدم استقرار وعدم رضا من الدراسات المسائيه. وبعدين المشكله ان الدراسه المسائيه تدري بيها، يعني الدراسه بيها هي مثل نص الدنيا مو مثل الدراسه الصباحيه. صار قرار في التعليم العالي ان هذول يمتحنون من الصباحي بنفس الاسئله، حتى اذا اكو حتى يصير التساهل بين الدراسات المسائيه بالاسئله وغيرها. شوي حسد الوضع من يعني خريج الدراسات المسائية، بس هو كان الغرض من عنده كيف تستوعب
هذه الأعداد الهائلة من الطلبة. يعني الغريب مع كل هاي الظروف الصعبة اللي تسمعوها في العراق، الدراسات الأولية والدراسات العليا في العراق داخل العراق أصبح عليها إقبال لا يصدق. يعني الدراسات العليا مثلا احنا في جامعة بغداد كنا نقبل 1500 طالب دراسات عليا في كل كلية، 24 كلية كانت. أصبح في العام الماضي نعلن عن 3000 مقعد يقدمونها 30,000، 30,000 يريدون ماجستير ودكتوراه، فتقبل 10% منهم تختار الزين والهاي البقية ما تقبل تروح خلي يروحون هم يدوروا غير مكانات. فإقبال شديد على الدراسات العليا ولا زال لحد الآن، إضافة إلى الضغوطات طبعا والقبولات ومرات استثناءات تجي من الوزارة ومن أعلى من الوزارة، بس إقبال شديد على الدراسات العليا. ولهذا هسه مشت امبارالين من فتحة البعثات، ولو تشوفون البعثات من فتحة، هي عندي فقرة أنا على البعثات راحت إن شاء الله، من فتحة البعثات شو نوع الازدحام اللي صار على هذا الموضوع بالتقديم. إذن الآن يعني الجامعات تتحمل حوالي 120,000 طالب دراسات أولية، والدراسات العليا حوالي 8,000 طالب في كل العراق. جامعة بغداد وحدها تقبل 4,000 طالب من 8,000، نص الموضوع. وبدأت تنفتح طبعا آفاق، مواضيع جديدة، كورسات جديدة، تخصصات جديدة. يعني أصبح الآن إحنا أنا أعرف جامعة بغداد مواضيع الدراسات العليا والتخصصات حوالي 500 تخصص تقدمون عليها الطلاب بمختلف التخصصات العلمية. وفي شروط طبعا الدراسات العليا الآن صارت مو مثل قبل، حتى لو ما عندك صف، حتى لو ما عندك مختبر، حتى لو ما عندك أستاذ لازم تفتح السلام. بس إذا ما عندك، إذا تريد تفتح دكتوراه يكون عندك على الأقل 2 درجة أستاذ و3 درجة أستاذ مساعد، إذا ما عندك ما يفتحون. إذا تريد تفتح الماجستير يكون على الأقل عندك 4 درجة أستاذ مساعد. فصارت هاي الضوابط لفتح الدراسات العليا. أي واحد الآن يقدم يقول لك تفتح دراسات عليا يصير عندك هاد، جيب الأسماء وقول لنا حتى على ضوء يوافقون. طبعا اللي يوافق على فتح الدراسات العليا هي إدارة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي. الفقرة الأخرى اللي تخص أيضا التعليم العالي هو واحدة من مستلزمات التعليم العالي هو الأقسام الداخلية. أريد أقول الآن كل الجامعات تفتخر بأقسامها الداخلية. أول ما يجيك السهنا من إحنا عندنا الآن الدائرة الثقافية بيجونا الانترناشونال أوفيس والفايس شانسلر، أول ما يحكون أنهم دراستهم زينة وعندهم أكومديشن للطلاب. يعني واحدة من الرغائب يرغبوا بها الناس او الطلاب هي انه عندها اكومديشن للطلاب. احنا الاقسام الداخليه للطلاب في زمن النظام السابق وبالتسعينات مجرد قلم وحده الغى كل الاقسام الداخليه. اجى قرار اليوم جوا كافه الاقسام الداخليه. طبعا الطلاب لا يقدرون يسوون مظاهره ولا يقدرون يسوون اعتصام ولا يسوون احتجاج ولا سكتك. أبنية الأقسام الداخلية هاي وين راح تروح؟ أول شيء الأبنية الأسرة الأثاث الثلاجات هذا باعوها بثمن بخس، سووا عليها مزايدة ويا ولد جيها فرقت. متى في التسعينات؟ والأبنية الجامعات في توسع فتوزع، هذا قسم أخذ، هذا قاعة دراسية، هذا سواها مختبر، هذا سواها مكتبة، يعني استغلت المباني. فمن اجت 2003 واجى النظام الجديد، اول شيء رجع الاقسام الداخليه. تجي انت من لك ابنيه؟ زين جيبوا فلوس حتى ناجر مال ابنيه؟ اجر ابنيه فنادق، اجر ابنيه موجوده من داخل يعني القطاع الخاص، ما
ماكو مبالغ تروح معهم أمانة، لأن كانت الميزانية يعني كلش قليلة التعليم العالي، فما عندهم نشتري أبنية أو نأجر أبنية، فهاي هل موجود لازم أنت تروح تدبر حالك، تروح تطخ رأسك بالحائط وتدبر حالك ويا الطلاب. فالطلاب ايش سوى؟ بما أنه أصبحت الأحزاب مفتوحة وعندهم حرية رأي وكتل وراء وأكو معارضة مباشرة أو غير مباشرة، فقاموا يجون يشوفون اي بنايه شويه مثلا يفوت لك الغرفه اللي بيها بس ثلاث كراسي اربعه يقتحمها من الشباك ويقعد يفتل شيء يسوي اقسام داخلي. تجي ثاني يوم دول يصيحون الموظفين وبرا طلع ضربوا غراض برا والان الطلاب قاعده، وتعال حير بهاي المشكله الكبيره شلون نطلع الطلاب؟ يقول لك طلعنا لقينا مكان وما تلقى مكان، يكون مكان مناسب وتتروح بعد كهرباء ماكو ويراد تمرين ويراد تجهيزات ويراد ويراد الا ان احتلونا حقيقه. يعني احنا يعني انا في داخل جامعه بغداد احتلونا، اجوا اخذوا مكانات وضربوا طوق عليها، وبعد حتى اذا قلت نودي مهندس نودي واحد يداريهم وشوف شو النواقص الاسبوع يبسطون بالباب. بعد ما يقدر يعني ما يقدر لهم، كل ما تحكي خابرتك فلان كتله وخابرتك فلان حزب وخابرتك كذا، شلون تتحاشون بالطلاب؟ شلون تسال؟ هم ذولا عماد الثوره، هم ذولا المستقبل، هم الجيل الصاعد. فانت في ازمه يعني حقيقه في ازمه، والدوله تدرون انتم مقيده و ما حد يعامل، كلها تدعي بالاعلام شكل بس من تحكي وياك يقول لك اي والله حقك بس نسوي لك. فتشوف المشاكل اللي يعني انخلقت داخل العراق للتعليم العالي، بس انا بدي احكي بس على التعليم العالي غير وزارات معينه، بس التعليم العالي يعني انت رئيس جامعه تحير شلون تحل هاي المشاكل ويا الطلاب، تعوف بعد العلم والبحث بعد ما لك شغل بعد، شوف ذولا شلون راح تطلعهم منا. هم مو بس قاموا يعني احتلوا هاي المنطقه، قاموا واحد يأجر للثاني، يعني يجي واحد من برا مثلا اللي يدخل بهاي المنطقه ما يقبلون الا يدفع لهم شيء، هم دور قيادات الطلاب. الان بعدين يعني الله وفقنا بطريقه معينه وطلعناهم وجدت عمليات بغداد وطلعتهم وسووا اعتصام وكسروا الجامات مال الجامعه بس احنا كنا لاقيينهم قسم داخلي رحنا سوينا وحضرنا جت المدرعات طبت وطلعت الطلاب من الجامعه واحتجوا علينا البرلمانيين، شلون تخلون الجامعه حرم امن؟ شلون تخلي دبابات الطرق وهذا يا الدبابات مال من؟ مال عمليات بغداد واحنا موافقين، ذولا هيك شغلهم. بعدين انت ما تدري ايش اكو ارهاب بهذه المنطقه، ما حد يدري، لان مره من المرات صار ما ادري شنو رمي بالدوره. اشو ما شفنا الا بالجامعه قامت تطلع طلقات وضرب وهذا، مع انه اكو جماعه هنا ما تدري ما تقدر توصل. فالى ان فررناها شلون السنه الرابعه العدويه اليوم الى ان فررناها احنا حليب الشاب يطلع من طبعا يعني احنا كان الهدف والطموح ان نكون مثل الاقسام الداخليه هنا، يعني اقسام داخليه هنا تفوت تجدها ناصعه تلمع نظيفه بيها كل متطلبات الخدمه، تقول لهم يابا نقترح لهم مقترحات، يابا خلي ياخذوها شركات استثماريه، ياخذوها ناس هم ياجروها. وطبعا بالمناسبه اجى وزير ما يقبل حتى من الطلاب ياخذ 50,000 دينار، 50,000 دينار يعني ذاك الوقت كلش قليله، يعني 50,000 يعني 50 دولار بالسنه. وهذه يسموها تامينات ديبوزيت نرجعها نهايه السنه. هذا الوزير قال ما تاخذون شلون تاخذون بالطلاب؟ يابا اذا انت وزير وما تقبل تاخذ تامينات دبر انت لقينا ابنيه وتعال اثث وسوي وكذا. فيعني خلوك في ازمات كل انت تحلها، انت وربك انت وربك فقاتلا، ان ها هنا قاعدون. فالمهم كنا نتمنى وسوينا لهم عده مقترحات وقلنا لهم يا هذول المستثمرين نعطيهم ابنيتنا ما ناخذ منهم اجار حتى تقل الكميه مال المبلغ اللي يطلبوه، ما يقبلون. لانه ليش ما يقبلون؟ لانه اذا يقبل الوزير توقف له النزاهه، اذا تقبل النزاهه يوقف المفتش العام،
إذا أبو المفتش العام هم شوي يساهل ويرخي، أبو الرقابة قاعدة شلون وعلى أي مادة وعلى أي قانون وشلون تخرجها وشلون تجيبها، وتوقفت توقفت كل الإجراءات اللي ممكن نحل بها مشاكل. الآن طبعاً الوضع الحالي لا أحسن. ليش؟ لأنه ولو عندنا إحنا فقرة على ميزانية الجامعات، كانت المبالغ بيد وزارة التعليم العالي هي توزع لنا إياها، وكانت توزعها بطريقة مو مثل هنا أكو فورمولا ينطون على كل جامعة ينطوها مبلغ، عدد الطلاب، عدد البحوث مثلاً، عدد الأساتذة، الأبنية، يعني عندهم فورمولا. مرة سألت رئيس جامعة لندن قلت له شلون توزعون؟ الوزير أحمد النمال وزير الجامعات قال عندنا فورمولا. يا بالفورمولا مش تعجب من سؤالي أصلاً، شنو إحنا لا الوزير هذا نطوها الجد، هذا نطوها الجد، هذا نطوها الجد. فكانت التوزيعات يعني ما تتناسب ويا حجم الجامعات واحتياجاتها. يقول له يا باني جامعتي كبيرة، يقول لك إيه هذه جديدة أبنية ما عنده استوى بتحتها، وهذا يرادله ويرادله ويرادله. فأنت شلون تشتغل وما عندك فلوس شلون تشتغل؟ إلا أن في يوم رحنا على وزير المالية كان أستاذ باكر الزويدي وحكينا له، قال لي يابا ترى هذا وضعنا احنا ما نقدر نشتغل، الوزارة ما تتوزعها بعدالة، واحنا هذا وضعنا ونريد نشتغل. فأستاذ باكر جدي معروف عنه يعني جرته، فاتخذ قرار قال بعد ما أودي فلوس الوزارة، كل جامعة بجامعتها، انتم تقدموا لي ايش قد تريدون واحنا نعطيكم من الوزاره الماليه مباشره. فراكسا صعد الكير مالت بدايه الجامعات تتحسن اداء، والان لحد الان عندنا استقلاليه ماليه للجامعه، فالان الجامعات تاخذ مبالغها مباشره من الوزاره الماليه، وكل واحده تقول ايش قد احنا نريد. صح يقول صعب، يعني تقول مثلا ال 200 مليار اسوي لك اياها مثلا 80 مليار، بس ما يخالف هي هاي نظام الثاني قلنا نزيد لان ندري راح يفصلونه نزيد حتى ناخذ شويه علق تحسن الوضع وصار الكيف بشكل يعني جيد، قام يمشي قمنا نقدر نشتري اجهزه، يعني نصبغ الصفوف نأفف الصفوف. الان اصبحت يعني اكثر القاعات مكيفه، الان اصبحت اكثر الكراسي جديده، اكثرها مو كلها، أكثر القاعات الآن بها باوربوينت، بها حاسبات، بها الكترونيك بورد، كل هذه بها الآن أكثرية اللي موجودة. فالحمد لله بدأت وايد تحسن الأمور بعد يعني ذيك الأيام السوداء المظلمة. كذلك الأقسام الداخلية الآن أكو حملة كبيرة تبناها الحقيقة السيد الوزير الحالي، أقسام داخلية كثيرة اللي سوت في مختلف الجامعات، وهي راح تحل مشكلة كبيرة واللي يعطيها أيضا إلى الشركات الأجنبية. أكو سؤال دائما يعني ينطرح من الصحفيين من الإخوان اللي يزورونا على المناهج، أنه المناهج ليش ما تبدلوها وليش إيش يصير على المناهج؟ بالحقيقة المناهج احنا عندنا دراسات عفوا انسانيه ودراسات علميه. الحمله اللي صارت على المناهج ما نجحت الا بشكل محدود جدا. ان شاء الله تبس العبارات اللي كانت مجد النظام السابق. وبقت المناهج يعني تحبو بشكل بطيء. ويعني هي اصلا المناهج حتى بالدول المتقدمه كل 5 سنين يلا تتبدل. احنا مناهجنا عتيقه جدا قديمه، فاذا تسوي طفره كبيره يراد لك يعني اجراءات عديده تسويها حتى توصل لهي النتيجه. اكو تقدم الان بتغيير المناهج، بس التقدم بطيء جدا مثل ما قلت لكم. دخلت البرامجيات بشكل واسع على القضايا الدراسات العلميه بشكل واسع. وايضا دخلت الوسائل التعليميه الحديثه والجديده، ايضا دخلت الاكثر الكليات، وبالتالي يعني المناهج هي هذا طريق طويل، بس انا اعتقد هم سايرين على الطريق الصحيح، ويعني قاطعين فد شوط جيد فد 30-40% من تحسين المناهج عن حد الطموح.
النقطة الأخرى اللي خليتها أيضا بهاي المحاضرة هو التعبير عن الرأي. حضراتكم تعرفون أنتم قبل 2003 سووا لنا الجدار الحر، ما أدري إخواني تذكروا ولا لا، فجوا بجو قالوا كل يوم الجدار الحر تكتب فيه ما يعجبك، يا ما يحبسونا ما يسوونا، أبد كل شيء مسوي. كتب كم شغلة وراحوا جماعة فبطلوا، وصار كله يعني مباركة للرئيس بكل المناسبة، هنون الرئيس بكذا من الحكي، صار الجدار الحر فالورقة شكل بس وسخت الكليات، لأنه قاموا يكتبون بالتباشير وبالفحم وبالهذا، فلما سقط النظام احنا سدينا الجدار الحر، يعني خلينا عليه ورقة أو هذا صبغناه تركناه بعد ما بجدار حر، لأن كل واحد قام يعبر عن رأيه بعد براحته. بدأوا الطلاب يحجون براحتهم، ينتقدون أساتذة، ينتقدون عميل، ينتقدون سياسة براحتهم، بس ماكو مظاهرات سياسية داخل الجامعة على الإطلاق، ممنوع هذه، منع باد. رادت الكتل السياسية تدخل أو الأحزاب تدخل إلى الجامعات، بس من الجامعات يعني انحنوا أمام هذا الشيء لأسباب، لو منطقة الجامعة مؤثرة، لو هو مثلا يعني غير قادر أن يردهم، فأكو جامعات لا وقفت بشدة، ومن وقفوا بشدة هم هم يحترمونه، يعني هم الكتل دول السياسية والأحزاب من كانوا يجون نحكي وياهم نقول لهم يا ابن بس يطلع باب الجامعة شو يبي يسوي فيسوي، احنا هنا ما نقدر، هذا علم. فالمهم أكثر يعني قسم من الجامعات ما تأثرت بهذا الموضوع، بس عدد من الجامعات تأثرت، وضعت صور لرموز، صارت مظاهرات، صارت يعني قضايا سياسية بها، ولهذا ظلت غير مستقرة تلك الجامعات. وهذه أيضا هي الأخرى حقت مشكلة إلى وزارة التعليم العالي، شلون تحل مشاكل هذه الجامعات؟ شلون تهيئها؟ لأنه أنت تجي تريد تبدل كل الستاف، تنقل هذا وتودي ذاك وتجيب ذاك، تشتغل العشائريات، يشتغل التهديد، يشتغل ما يشتغل. بس حرية الرأي بقت حلوة يعني ولطيفة داخل الجامعات العراقية الآن حقيقة، مع بعد بعض الاستثناءات البسيطة 10% هاي تصير، تجي مرات فضائيات تحركهم، يجوا الناس كذا، بس يعني قليلة جدا لا تقارن بما يعني ما يحدث جامعات أخرى أو ما قد يتصور الناس عن التعليم العالي. فهي عندنا الآن حرية رأي، أستاذ يكتب على عميد، عميد ينتقد رئيس جامعة، رئيس جامعة ينتقد الوزير، ما عندنا مشكلة، نحكي ماكو يعني اكو ناس تكتب وتسجل وكذا، يعني أنا ذكر في اليوم رئيس جامعة بغداد كنت بدي أنتقد الوزارة على قضايا معينة وما أكثرها يعني، فواحد قاعد يرمي قال لي ترى فلان يسجل فلان عميد، فقلت له إذا سجل. فالمهم سجلوا هذا هواي اشياء سجل، فراح يروح يغسل، هذا قام راسا طفى التليفون ومسح التسجيل منه وانتهى الموضوع. فيعني ما حد قام يخاف من هاي يسجل ويكتب وينافق ويكتب تقرير، ما في هذا الخوف، هذا زاد. خاصه اللي ما كان بكرسي، اللي ما كان بكرسي ما يخاف، ما زال يحكي حق ما يخاف من شيء. فهذا يعني الخط تقريبا العام اللي ماشي في داخل وزارة التعليم العالي. الآن أول ما سقط النظام نادت الجامعات بالحصول على الاستقلال، باعتبار أن الاستقلالية الجامعات تعرفوها حضراتكم كلكم هنا أكثركم هنا، يعني هي الاستقلالية هي اللي توفر لك الحرية، تخليك تتخذ القرارات بكيفك، تتنافس ويا غير الجامعات، هاي الاستقلالية مال الجامعات. احنا طبعا عندنا وزارة التعليم العالي مهيمنة على الجامعات وماكو استقلالية، يعني اي قرار تريد تسويه لازم تاخذ موافقة الوزارة، اي خطوة لازم تاخذ موافقة الوزارة، تريد تقبل عدد من الطلاب شوية زيادة لازم تاخذ موافقة الوزارة. فصارت هاي، فالوزارات المختلفة اللي جت والوزراء اللي تعاقبوا على وزارة التعليم العالي كانوا يرفضون بشدة عملية استقلالية الجامعات. على العكس يعني واحد منهم انه بزيد الصالات المركزيه شديده جدا في وقته، حتى وصل حد قام يقول لنا ايش تكتبون الكتب،
من جهة إلى جهة معينة، تقول إلى فلان كذا مثلاً، ليس تكتب واحد يكتب السلام عليكم أو تحية كذا، تكتب تحية مثلاً طيبة جواها، تكتب هذا علم لطاني فورما قال هاي تمشين عليها. العفو بعدين ما بسمع ما بسمع ما بسمع لا بسمع. احنا بدنا نحكي على واقع التعليم العالي، ما فينا نسمع. احنا بدنا نحكي لكم اخوان، انتم هنا يعني تسمعون الاخبار من الفضائيات ومن الجرائد وناس تحكي لكم، انا جاي من الميدان وانا احكي لكم الحقيقه، والله على ما اقول وكيل وشهيد، حتى تعرفون واقع ما جرى. والان شلون الوضع؟ الان الوضع يعني هسه احكي لكم ان شاء الله وايد احسن وايد يتقدم، يعني خطوه يعني واضح، والمستقبل ان شاء الله كفيل ان يخلي هاي الامور كلها وراء. بس حتى تعرفون معاناه العراقيين في مجالات التعليم العالي. المهم يعني استقلاليه الجامعات لم تتحقق لحد الان، الا انه بعد الالحاح الشديد اللي صار ودائما يعني المخاطبات نطت في الآونة الأخيرة قبل تقريبا سنتين، السيد الوزير الحالي أنطى صلاحيات كثيرة إلى رؤساء الجامعات أو مجالس الجامعات، وبالتالي بدأت تنحل الأمور في داخل الجامعة نفسها، وهذه حركت الجامعات يعني خطوات واسعة وشاسعة إلى الأمام. قلنا أن الإقبال الشديد على الدراسات العليا رافقها وجود حاجة شديدة إلى إرسال بعثات. البعثات انقطعت من الثمانينات 85 فما فوق إلى أن جت 2003، فأنطوا إلى وزارة التعليم العالي ألف بعثة بال 2003. تلكت عملية توزيع هذه البعثات لأسباب عديدة، تلكت وصارت مشاكل بالبعثات سمعتوا بها. والألف بعثة إلى 2010 كانت هاي الألف بعثة ما مصروف، انصرف منها كمية وبعد يعني تراوح في مكان. بال 2010 و 2012 ألف بعثة بالسنة؟ لا لا لا، هي ألف بعثة طوها بال 2003 إلى وزارة التعليم العالي، قالوا لها خلصيها بنطيكم بعد، وما خلصوها إلى 2010 ما خلصوها. فالان بال 2011 انفتحت البعثات مره اخرى وصارت هاي اللي تسمعون بيها. اول خطوه انه خصت 4000 بعثه لوزاره التعليم العالي، خصص 483 مليون دولار الى البعثات، ال 4000 بعثه خاصه اللي عندهم ماجستير في الجامعات الان حتى يكملون على الدكتوراه في الجامعات الخارجية الأجنبية. طبعا هاي ليش اكو حاجة خلت هذا القرار اتخذ؟ الأكثر اللي تخرجوا هم من العراق، وقلت لكم كانت ظروف العراق والمستلزمات غير موجودة، ولهذا تشوف يعني الأستاذ أو التدريسي اللي عنده حامل ماجستير غير قادر أن يواكب مثل ما موجود من زميله اللي يجي من الخارج. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن الآن الجامعات، كل الجامعات الأجنبية شوف تفتخر بعدد الدكتوراه من التدريسين مالتها، كل ما تزيد نسبتها كل ما الرانكينج مالتها يزيد. أنا أتذكر مرة بكوريا الجنوبية جامعة سيول، يعني إجا حكينا رئيس الجامعة كان يفتخر بالموضوع، قال أنا 80% من الستاف مالتي هو دكتوراه. ولهذا هي واحدة من الجامعات الراقية تعتبر في جنوب شرق آسيا. فإحنا نسبة الدكتوراه إلى الماجستير في قسم من الجامعات ما تساوي 20%، وقسم من الكليات ما تساوي 10%. فإذا يعني أنت بحاجة لازم تزيد عدد الدكتوراه، ولازم ايضا تجيب هاي الثقافات من برا، من امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها، حتى تصير هذا الخليط اللي تعودنا عليه احنا من جامعات عراقيه. تذكروا احنا من كنا طلاب، هذا هندي درسنا وذاك جاي من بلغاريا وهذا من بريطانيا وهذا مصري،
أقول يعني ثقافات تصير يعني الدراسة تكون لها قيمتها. فلهذا صارت هاي البعثات. وامبارلل مكتب رئيس الوزراء ايضا من شاف التنكر بوزارة التعليم العالي على هاي البعثة اللي طوحيها في 2003 ومنصفه، فتح مكتب سماها لجنة تطوير التعليم العالي. وايضا علنت عن بعثات هاي تمولها رئاسة الوزراء مباشرة، فسموها المبادرة التعليمية لرئيس الوزراء. بالبداية كانت 10,000 بعثة، بعدين أول ما أعلنوا عنه ورا شهرين ثلاثة صارت الأزمة المالية بالدول الغربية وانخفضت الأسعار وصار هذا الهبوط، فقلت 10,000 سووها 500، قالوا خلينا نبدأ بالـ500 هسه، وبدأوا بالـ500 وخلوا في النظام حلو يعني المبادرة التعليمية الحقيقة أنه الطالب يقدم أونلاين ماكو واسطة، لا حد يجي يخابر ولا حد يقدر يعني يزور، كله أونلاين، وحصلوا لهم قبولات وبدأوا يمشون جماعة مبادرة التعليم العالي مبادرة رئاسة الوزراء 500، وخلصت الـ500 انطوا 500 أخرى، وأعتقد لحد الآن وصلوا 1500 أعتقد. الآن دائرة البعثات بالتعليم العالي هي الأخرى 4,000 بعثة، فمشت تقريبا على نفس الخط. أيضا أكثر اللي يتقدمون لازم ماجستير وأكثرهم على الدكتوراه، ومفضل تكون في الدول الناطقة بالإنجليزية أو كل العالم. فتنفذ لحد الآن من هاي 4,000 حوالي 2,000 بعثة. أكثر اللي قدموا هم إلى بريطانيا، وإحنا حاليا لحد الآن وصلنا تقريبا 700 إلى 800 طالب بعثة جدد، وأصبح مجموع الطلاب اللي عندنا حاليا جدد والقدامى 1,350 طالب تقريبا. الجامعات هنا في بريطانيا عرفت كيف تصطاد هؤلاء الطلاب، شلون تقبلهم، هي نفسها قسم من الجامعات هنا سووا كونسورتيوم وخلوا نفس الإدوكيشن لكل الجامعات، مش نفسه وموحد حتى يسهل عملية القبول. فهم صاروا 35 جامعة لو 17 جامعة 35 جامعة دخلت بهذا الكونسورتيوم، وقام الطالب العراقي من الذي يقدم ابلكيشن فورم من جامعة اكزيتر نفس الفورم مال بابنكام نفس الفورم مال شيخ نفس، هاي سهلت عملية القبول. إضافة إلى أن الجامعات الأخرى من سمعت قامت تسهل شوية بالريجوليشنز مالتها بالكونديشنز، وبالتالي بدأوا الطلاب عرفوا الدرو. في البداية تعقلت شوية بس بعدين عرفوا الدرو وقاموا يقدمون على الجامعات، واشتغلت طبعا الجامعة تريد الآيلز وتريد توفل، واشتغلت شغلت الآيلز واللغة، ومعاهد اللغة انتشرت وصارت تجارية وصارت بالمئات. والآن الجامعات بدأت تتحركات حركات لا منتبه لها وما منتبه لها، سقاموا في كورس يسموه بريسيشنال كورس، مو شرط تاخذ السكورز المطلوبة بالآيلز، أخذ مثلاً جيت 5 هي مطلوب 6.5، 5 أخذ وتعال تدخل عندي بريسيشنال وما امتحنك بعد آيلز، بعدين تدخل رأساً على الأكاديمي. فبدأت شوية شوية تتحرك، الغرض منها هو شلون يعني يقبل طلاب أكبر عدد ممكن. فالآن عندنا يعني أكثر الجامعات اللي بريطانيا تركزوا بها الطلاب لي أكثرها كارديف مثلاً بها 88 طالب الآن، نيوكاسل 78، شيفيلد 64، ليستر 58، نوتنغهام 53، ليموث 53، بانجلور 53 كذلك، سانفورد 52، مانشستر 50، ليدز 49، برونيل 34، وهكذا. والبقية يعني تتناقص هاي الأعداد، قسم من عدها ما عندهم غير لو واحد لو اثنين. يعني مثلا تي سايد فيها بس اثنين، إيست أنجليا بيها بس اثنين، وورك بيها بس ثلاثة، دبلن بيها اثنين، اللي بيها بس واحد، أوكسفورد مثلاً بيها بس واحد،
بيدفورد شاير بيها بس واحد، والبقيه ما بيها ولا واحد. فيعني مجموع طلابنا هم بهاي الجامعه، والسبب انه ليش هذول ياخذون اكثر شيء؟ لان هذول عرفوا الدرب. عرفوا الدرب شلون يعني يجذبون الطلاب، شلون يصطادون الطلبه. وشوف الطلبه كلها تجي، تدري الطالب هناك بس يحصل بعثه، يريد قبول وين ما كان. هذول يعرفون شلون يعني يجون للطالب، وبالتالي تشوفون هاي الاعداد تركزت هنا هاي الجامعات. فاحنا الان من يجون هاي الجامعات يقولوا ليش طلاب ما عندنا عراقيين؟ يقولوا لي انتم ما عندكم يعني بوينتس اوف اتراكشن. سووا اتراكشن للطلاب، قللوا الاجور، حضروا لهم شويه اكومديشن شويه زين، او سهلوا عمليه الاكومديشن، سهلوا بقضيه اللغه، يجون الطلاب. اما اذا انت تريد الا رقم سبعه ولا تريد مبلغك مسوي 20,000، بينما هسه الجامعات بدات حتى تقلل من الاجور. يعني سابقا كانت مثلا 20,000 22,000 باوند بالسنه، هسه قسم منهم حتى وصلوا ل 8,000 باوند يوم ما ياخذ. وهسه اكو جامعات ذاك اليوم يقولون يعني اتس نوت فير انه البريتش ستودنت يختلف عن الانترناشونال وان. ليش يعني هذا ناخذ منه اقل؟ الانجليزي اقل من هذا، هم كلهم طلاب وهاي حقوق الانسان، فالمفروض احنا نساويهم. يعني اكو هيك مفاهيم بدت الان لا زالت ولا بعدها يعني مو منتشره، بس المهم هي من تبدي يجوز ان شاء الله تنمو. وبالتالي احنا مستمرين بهذا المشروع مال يعني الطلبه استقبالهم، نستقبلهم اول مره اللغه، وبعدين الكورس الاكاديمي، وبعدين يخلص ويرجع الى بلد. لا تصدقون مال اللي يجوا ما يرجعوا. احنا عندنا الان ما يشكل اكثر من 1% من مجموع الطلاب اللي يجون يبقون هنا. 99% منهم يرجعوا. 99%. صح الكفاله يعني عاليه والضمانات المقضيه منها عاليه، بس واقع الحال هو 99% منهم هم يرجعون الى بلدهم. وهذه يعني هم نقطه ايجابيه الحمد لله. يعني ما عندنا مشكله بها حتى الان. لا ما تدرون بها او لا، هسه اليو كي بي اي سوى فد افر انه اللي يحصل طالب يحصل على الدكتوراه ورا ما يحصل يقدرون ينطوه سنه يبقى في بريطانيا حتى يسوي مثلا بوست دكتوره او مثلا ريسيرش، يشجعوهم حتى يبقون. احنا يجون علينا يعطونا كتاب حتى نبقى ما عمرتهم كتاب. انتوا دزوكم لان محتاجينكم، جامعات هناك الان تريدكم. احنا ما نعطيكم كتاب نقول يابا اي والله طوهم سنه. احنا نريدكم ساعه قبل ترجع للعراق. عندك زمن محدد وعندك كفاله وعندك تعليمات. بس شوفوا شلون هم يجرون الناس ويجرون الطلاب ويكسبوهم حتى يكون هنا اللي عنده بي اتش دي ياخذ بي اتش دي جديد الى حق يبقى هنا سنه. احنا ان شاء الله ماشيين بهاي العمليه، والان البعثات ايضا هي الاخرى يعني حسب ما قالوا لنا انه بس تخلص هاي ال 2000 عندهم يعني وجبه اخرى. وعندنا اجازات دراسيه وعندنا زمالات دراسيه، واضافه الى هاي اكو برامج كثيره الان تسويها وزاره التعليم العالي حقيقه يعني لصالح التدريسين، لصالح طلاب الدراسات العليا. يعني التدريسين مثلا الان المشاريع الموجوده يدزون التدريسيين لمده شهر الى مختلف الجامعات العالميه ومن بينها بريطانيا لمده شهر، يسموه برنامج تطوير الملاكات. يبقى شهر هنا يعني يروح يشوف قاعه الدرس المحاضره، يروح يشوف قاعه الامتحان، شلون يدخلون السيرفر الامتحانيه، شلون يصلحون، شلون يختارون البحث، شلون يسوون خطه البحث، شلون يروح للمكتبه، المكتبه شلون تشتغل. هذه لمدة شهر، منها 3 أسابيع لهاي العملية العامة، وأسبوع الاختصاص هو بالكيمياء، يروح على مختبرات الكيمياء أو يروح على جماعة الكيمياء يطور اختصاصه بها، يتناقش ويا الأساتذة المختصين. هذا شهر يعني فولي كفر باي 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 منستري اوف ايدوكيشن. والآن عندنا هسه احنا آخر وجبة صار لحد الآن يمكن 80 واحد، هاي هسه راح يجون على شهر التاسع. 80 استاذ راح يجون بريطانيا فقط على صعوبة الحصول على الفيزا. المشروع الآخر أن طلاب الدراسات العليا اللي يدرسون بالعراق مرحلة البحث يدزون 6 شهور في الجامعات أيضا العالمية ومن بينها بريطانيا،
ست شهور يقضيها على بحثه، اللي عنده نقص بجهازه، اكو نقص بالمواد، مواد جديده يشوف، طرق البحث شلون يمشي بيها، رفرنس معين ما موجود هنا هناك، يشوف اساتذه بالاختصاص يناقشهم ست شهور واثبتت نجاحه، يرجعون الان الحقيقه هناك ادائهم يعني جيد جدا. وهاي احنا تقريبا ساعدنا تقريبا 250 طالب هنا في بريطانيا فقط من طلاب الدراسات العليا اللي هم بالعراق راح ياخذون الشهاده بالعراق. البرنامج الاخر يجزون المشرفين وياهم. الان المشرف دا يجي ويا الطالب مالته لمده شهر بنفس الجامعه. هم يرافق الطالب مالته ويشوف اللي يسوي ويشوف الاستاذ ويشوف المختصين وهكذا. تفرغ علمي طبعا انفتح، كان تفرغ علمي مغلق، تفرغ علمي انفتح للاستاذ يجي لمده سنه ايضا هنا ياخذ له بحث ويسوي، بعد السنه ينشر البحث ويرجع للعراق والى حق وراء 5 سنين يعيد الكرم. كل 5 سنين الحق يجي على حساب الدوله العراقيه لمده سنه في الجامعات الخارجيه ومنها بريطانيا. فهاي المشاريع وغيرها الان دائره البحث اللي تتولى تسويها تنجح، تلكئت في البدايه صحيح، بس هي غير تجربه، تجربه عن تجربه، تجربه عن تجربه، ويا الزمن اكو تحسن يصير. فالان موجودين، شوفوا انتم اكيد اخوانك قاعدين بقسم الجامعات تشوفون يعرفون اطباء يجون، مهندسين وعلميين وحتى اللغات الاجنبيه وحتى الفن يجون هنا يقضون شهر ويرجعون. واكثريتهم 70% يثنون على التجربه وعلى الشيء اللي حصلوه واللي يستفادوا منه، والمفروض بهم ينقلوها هذه المعلومات الى بلدهم العربي. ايش قد بعد زين؟ جاوز الزمن جاوز ساعة لكن الحديث جميل والناس راضية بهذا الحديث والهجوم تتطلب أزيد. يلا راح أختصر إن شاء الله. الجامعات العراقية حقيقة بعد 2003 انفتحت على الجامعات العالمية وانفتحت على العالم، وصارت العديد من مذكرات التفاهم ولتر اوف انتنس ويعني علاقات صارت جامعات، خاصة الجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والدول العربية قليل بينهم، لأن الدول العربية أول ما جيناهم وراء 2003 قالوا أنتم عملاء نتعامل وياكم، أنتم جبتوا الأمريكان وصبرتوا هذا القائد الشهم وهذا يابا، ونحكي لهم تعالي تصير مهاترات مرة يا يعني ما تريدون، ترى احنا اكو جامعات عالميه يعني ما انا احسن منكم بالافقاط راح اروح عليها. فهم ما داروا بال فعلا اتجهنا، وبعد ما لنا شغل يعني مرات هم يفارقون اصلا من جواب يعني هاي اتحاد الجامعات العربيه والجامعات العربيه، لانه موقفهم حقيقه يعني غير مشرف تجاه العراق. هاي قصه الخليجيه، هاي الجامعات الخليجيه والاردنيه ما فيعني هنا المشكله. فلهذا تشوفون الاقبال يعني هو يعني انت لما تيجي تسلم عليه غير يكون يجاوبك يعني يرد السلام او يعني بتحيه باحسن منها او ردوها، هسه ماكو باحسن منها، ما رد باحسن منها بس يردوها، هذه هم ماكو. والعراق هم يعرفوه، العراق هو ابو العلم وعند العمق واكثريتهم متخرجين الان العمداء والمسؤولين باكثر متخرجين من العراق. إضافة إلى المؤتمرات انفتحت الحمد لله، وصار الأستاذ يشارك بمؤتمر مؤقت بثلاث أيام يأخذ الموافقة ويروح. واللي كان بالعراق يتذكر كان إذا يشارك بمؤتمر من جيبة لازم ينتظر شهرين، الأمن والمخابرات والاستخبارات والمجلس المنظمة وهذا كلها من جيبة حتى يروح يلقي البحث ويرجع. هسه لا، صارت أكثريتها على حساب الدولة، ومو أكثر من ثلاث أيام يشارك. هذا تشوفون الآن الكثير من العراقيين الاساتذه يجون بين فتره واخرى لممارسه عمليه علميه او مشاركه في ورشه عمل او غيره. مثل ما قلت لكم بالبدايه احنا الجامعات كنا تعبانه امورنا ماليا والوضع السياسي والوضع الامني، ولهذا ما حد كان يفكر في هاي مال يعني التصنيفات العالميه يونيفرستي رانكينج. نسمع بس ما حد يفكر بها. اول مره خلي ارتب اموري، خلي احضر صبوره، احضر تباشير،
ارتب الصف كهرباء اجي بعد يا يونيفرستي رانكينج يا دنيا. بس ورا 2009 ورا 2010 لا بدات الامور زينه، قلت لكم صارت ميزانياتنا مستقله، بدينا نتحرك، صارت عندنا مبالغ، صار عندنا يعني البنيه التحتيه انبنت زين، فبدينا نتحرك ان بلكي نوصل الى التصنيف العالمي. فبالبدايه صار التصانيف مال المواقع الالكترونيه وغيرها، بدينا بهذا الشيء، قسم من الجامعات حصل تصنيف المواقع الالكترونيه. وظلينا يعني نصبوا الى التصنيف العالمي بسويه الجامعات العالميه. فبالبدايه كانت تكون توب 500 يونيفرستي، بعدين صارت توب 700 يونيفرستيز. فاحنا جامعه بغداد دخلنا بالتوب 700 يونيفرستي، وكان تسلسلنا 601. وبكتها من طلعت 601 وحنانه رئيس الوزراء وحنانه الوزير، يعني الجامعه احتفلت بهذا الموضوع. والحمد لله الان جامعه بغداد داخله ويا الجامعات الاخرى، بالرغم من انه ترى ولا جامعه عربيه داخل التصنيف العالمي عدا جامعتين، جامعه الملك سعود وجامعه السلطان قابوس. ولا بقيه الجامعات العربيه كلها ما داخله. احنا دخلنا بتصنيف 601 الحمد لله، وتصنيف كيو اس اللي هو العالمي. يعني تلقي اوكسفورد وكامبريدج وتلقي هارفارد وهذا تلقي، صحيح احنا بالاخير بس ما يخالف، وضمن ال 700 ما يخالف، احنا ضمن هاي 700 جامعه. فيعني هاي الحمد لله. وهسه الان الجامعات العراقيه بدات وحده تنافس الثانيه، واحد يباع على الثاني شلون يدخل التصنيف العالمي، شلون يشتغل بحيث ياخذ العالميه. يمكن يجوز سؤال على موقف الوزاره من الكفاءات العراقيه. حقيقه الكفاءات العراقيه اللي موجوده بالمهجر صار اهتمام شديد بها، وصارت محاولات عديده بين ندوه بين مؤتمر بين جو مسؤولين هنا، بين سووا مؤتمرات في بغداد، كانوا يحاورون شلون الكفاءات من برا تجي. قسم من عندهم اجوا بس قليلين طبعا، يعني نسبه كلش قليله، مو حد الطموح، ورجعوا والتحقوا ولا زالوا مستمرين. قسم اجوا شويه وبعدين رجعوا للبلد لسبب او لاخر، اكو تعقيدات في الموضوع كثيره يعني. هم من دعوهم، انت من تدعو واحد على وليمه غير يكون تحضر صدق يعني مستلزمات هاي الوليمه حتى يجي ياكل. هم دعوهم بس ما طلعوا لهم تشريعات. هذا يجي بتشريعات نحن ما تشتغل. يابا احنا ما عندنا هذا المكان. القانون يقول هالشكل. اذا بالغ السن القانوني ما يصير تتعين. اذا اكو قانون لكم خاص خليه يطلع حتى على ضوء يشتغل. فما خلوا قانون او تعليمات اللي تشجعهم على الرجوع او تحل مشاكلهم. كل واحد عنده مشكله، واحد عنده ولده، واحد عنده غراضه موجوده بالعراق والبيوت اللي ماخذيها العالم وسال بيها، واحد اللي يعني الراتب شلون متعلم على حياه اخرى، يعني تدرون بعد كل واحد عنده مشكلته وظرفه، وكل واحد طلع لسبب او لاخر. ولهذا تلكع هذا الموضوع في عودة رئيس الوزراء. أنا ذكر بالمؤتمر اللي صار في فندق الرشيد، أنا كنت قاعد، قال يابا اللي يريد يجي أهلا وسهلا، اللي يريد يجي لمدة شهر أهلا وسهلا، اللي يريد يجي لمدة يوم أهلا وسهلا، واللي يريد يخدم بلدا من موقعه أهلا وسهلا. أنا ذكرت كنت قاعد وعلى ضوء وضعت برامج. هسه اكو مشروع مال الأستاذ الزائر أيضا بالتعليم العالي، يجون جماعة على هذا المشروع مال الأستاذ الزائر، يجون لمدة أسبوع أو أسبوعين، تتحمل الدولة نفقات السفر والإقامة، يعطوهم مخصصات يومية، موجود أيضا هذا في مكتب الوزير. والسيد الوزير أيضا هسه بالآونة الأخيرة تقريبا قبل سنة فتح في مكتبه سكشن خاص للكفاءات العراقية، لأنه هذا الأستاذ العراقي اللي يجي يروح الجامعة أو الجامعة يجوز يقول له والله أنا ما محتاجة، أو محتاجة بس ما عندي درجة وظيفية، او يدزل الكليه او الكليه بينا راح يقول له لو ما محتاجه لو ما عندي درجه وظيفيه، فيعني يصير مثل الانصاب حقيقه. يعني فليش انت تودي منا ومنا وتجيب وترجع؟ خلي بمكتب الوزير، ومكتب الوزير يامر يقول هذا تعينه بفلان مكان. انا الحقيقه من اجى الوزير هنا الى لندن اقترحت عليه مقترح اخر. اقترحت ان موضوع الكفاءات ما يصير بالمكتب مالته، مكتبك انت ايضا محدود ما عندك درجات وظيفيه.
خليه يصير حاله حال لجنه المفصولين السياسيين والمضطهدين برئاسه الوزراء، يقدم رئاسه الوزراء تؤمر، ما حد يقدر يقول هلا، وتهيئ له درجه وتهيئ له تخصيص مالي وتقول له انت تتعين في فلان مكان، ما حد يقول له باكو جامعه يودوا لها كتاب من رئاسه الوزراء يقول والله انا هذا مالي، ماكو شيء. ليش ما سووا هالشكل؟ يقول لجنه المفصولين مثل المفصولين السياسيين سموها لجنه عوده الكفاءات برئاسه الوزراء وتشتغل على الاساس. هو اقتنع بالفكره بس بعد يعني ما ادري، بس حاليا هو اكو في مكتب الوزير ايضا يختص بهذا الموضوع. انا الحقيقه يمكن تكلمت اكثر مما يجب. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير للدكتور موسى الموسوي على ما تفضل به من معلومات أكيد أثارت الكثير أو تثير الكثير من الجدل والنقاش، ولكن أترجاكم رجاء عدم الإطالة في المداخلة والإكثار من الأسئلة أفضل من أن المداخلة وكأننا نسمع محاضرة ثانية، لأن الوقت لا يسع. سأأخذ الأسماء و وننادي على الشخص. عفوا كل صعب، لأنه وقتنا أيضا محدود وأتعبنا للرجل معانا يعني. هنا يعني الأعداد، العدد وصل إلى 12 شخص، 12 متداخل، 13 ولكم أن تقدروا يعني يعني على كل حال لا نريد أن نؤكد على موضوع المداخلات وعدم الإطالة. الأستاذ عبد الله توفيق، تفضل. أولاً شكراً للأستاذ الدكتور موسى الموسوي الاستشاري الثقافي في لندن على المحاضرة واقع التعليم العالي بالتحديد. أود أن أقول يعني بالنسبة إلى الأرقام اللي طرحت يعني ربما تكون دون المستوى. أنا مرة أقارن النظام الفاشي السابق طبعا ما قبل 2003 إلى الآن، بس بما طرح من ملاحظات وأرقام يعني أقول دون المستوى ودون الطموح. يعني حتى لو ربع مليون طالب يعني إلى بلد تعداد سكان 30 مليون حاليا، أتصور هذا جدا قليل في كل بلد حضاري سواء كان بأوروبا أو في الدول الأخرى، الأهمية تعطى إلى التعليم والصحة الوزارتين اللي هي أساسية. من الضروري أن الحكومة الحالية عندك حتى إذا تتأكد على أن نصرف فلوسنا للإرهاب وما إرهاب إلى آخره، لكن مع ذلك إحنا ضد الإرهاب، لكن في نفس الوقت أنا أتكلم عن غرض الأكاديميين العراقيين وعن المملكة المتحدة كأمين عام لها. فأنا أقول هذا دون الطموح، هذه وحدة. أقترح على الأستاذ الدكتور الموسوي أن يقوم بزيارات ميدانية إلى بعض الكليات. أنا تربوي درست من الابتدائية إلى الكليات طبعا، وإيدي كانت لما أرجع لازم أخلي دهن علي عندك من التباشير والصبورات وإلى آخره، لكن الآن في أدنى مستويات المدارس الابتدائية وإحنا أنا درست التدريس السبيشال إدوكيشن نيد، يعني دور الطلبة المفصولين واللي يحتاجون إلى رعاية وإلى آخره، في كثير من في كل قاعة مال التدريس حتى إذا ندرس طالبين أو اثنين أو ثلاثة
تلاحظ هاي الصبورات الإلكترونية اللي هي نسميها وايت ماجيك بورد أو البي ال باوربوينت والأشياء الأخرى، وندرب عندك بين فترة أخرى. فكيف إذا أساتذة الجامعات أنا ضروري أن يجري الاهتمام بهؤلاء الأساتذة، تدريبهم وتعليمهم عندك. يعني مثلا عندك صبورة واحدة لازم كل مرة عندك الأستاذ يكتب ويجيه عندك باسمه. النقطة الأخرى عندك بالنسبة طبعاً ما راح النقطة الأخرى اللي ربما راح يثير زميلي الدكتور سعدي رئيس الدكتور سعدي عندك يعني بالنسبة إلى الأكاديميين عندك يعني ضروري الاهتمام بهم اهتمام زائد. وما أريد أن أطيل عليكم، يعني نتمنى أن تدر مبالغ طائلة إلى التعليم، سواء كان التعليم العالي اللي إحنا نهتم به والعدد الصور دون المستوى، يعني 8000 واحد العراق مملي من هالفطاحل العقول الضخمة عندك، يعني من شبابنا إلى الكبار تحتاج الدولة أن تدر مبالغ طائلة على التعليم. هذه الوسيلة الوحيدة اللي تقلل من الجهل وتقلل من الإرهاب وتقلل من المآسي. دكتور مهند الفلوجي تفضل. أستاذ دكتور مستر أشكر جدا على هذه الإضاءات الرائعة والمعلومات القيمة جدا، يعني حقيقة يعني تنورت بها. أنت يعني بس يعني اقتراح وطلب إضاءتك على بعض يعني من ضمن الأشياء، هل الجامعات العراقية في الدراسات العليا مثلا تعطي مثلا هذا الأوبشن مال فول تايم أو بارت تايم أو ديستنت ليرنينج؟ يعني هذه وحدة. والأوبن يونيفرسيتي، هل الأوبن يونيفرسيتي أصلا هي نفس البرايفت يونيفرسيتي اللي حضرتك تفضلت؟ وشيء آخر، على هل هناك شيء اسمه adult education؟ يعني أنا مثلاً في بريطانيا هناك برنامج تقوم به الجامعات للأدلتس اللي ما قدروا مثلاً يصير أفرض يعني كهربائي أو في أو مثلاً كاميرا أو فوتوغرافي أو يعني ينقوم كورسات adult education بالليل بالمغربية في جامعات في المدارس، طبعاً فلوس رمزية يعني، وتكون أيضاً يعني مواكب للجسم. وشيء الأخير اللي حبيت بس أتكلم فيه قضية الكورسات، يعني الكورسات والمؤتمرات هنا في بريطانيا، أبو غلاسكو يجي إلى لندن كورسة، أبو لندن يطلع إلى أدنبرغ وهكذا، وكلهم طبعاً يعني فلوس تداور ما بيننا. فهل هناك كورسات على مستوى القطر نفسه، أبو بغداد يروح إلى المصر والمصر يجي إلى بغداد؟ والاقتراح الوحيد اللي حبيت أقوله أنه لو كان هناك مثلاً إشراف على دكتوراه كما يفعل المصريون، يخلوها سنتين في مثلاً في بلفاست في كوينز يونيفرسيتي وسنتين في داخل مصر، تصير 4 سنين. يعني العراق هنا يحصل جور سنتين يوفرها وسنتين بس يدفعها إلى بس. شكراً. الدكتور محمد علي زين تفضل. دكتور أنا عندي سؤال ربما ما يتعلق بالطلبة بالذات يعني التدريس، وإنما النتيجة. بالنسبة للجامعة، يعني الجامعة بصورة عامة يعني العراقيين المفروض يعني الناتج شنو؟ الناتج أنه يخرجون خريجين ويدون خريجين أنه يفيدون البلد. أنا سؤالي بالحقيقة إلى أي مدى هذول الشباب اللي راح يتخرجون راح صدق يلقون شغل حاضر يفيدون البلد؟ لأنه القضية الآن يعني أكيد كلكم تعرفون، حضرتك أيضا تعرف أنه الاقتصاد في اسم الدهور القطاع الخاص صفر. فالشباب يعني ترى طبعا الحكومة أنه لها كم الإمكانية أنه تستوعب كذا زين، هل الآلاف المؤلفة أصلا 120,000 أكثر ربما يخرجون سنة أولى؟ وين يروحون؟ شكرا. يعني علاقة السوق والجامعة، ها؟ السوق الاقتصادية. هذا سؤال جدا مهم، لأنه هم الجماعة صحيح هم مهتمين بالتدريس الطلبة وتخريجهم، ولكن شنو الفائدة عن هذا الشيء؟ دكتورة عالية تفضلي. في
بالبداية طبعاً أنا أشكر الحوار الإنساني على هالالتفات لاستضافة المستشار الثقافي في هالشكل محاضرة قيمة ومهمة. سؤال واحد مختصر هو الأستاذ ما تطرق إلى الكادر الفني، يعني المعاهد الفنية، تخريج الفنيين، الكوادر الوسطية، فحبذا أن أشوف هل هناك أكفة استراتيجية بهذا المجال، ولا سيما أن العراق بحاجة في يعني هو في مرحلة الإعمار والبناء، فهذا الكادر هو اللي مو فقط الاهتمام بجانب الدراسات الدكتوراه والماجستير، وهذا أهم هو الفئة الفنية أنا أقصدها، فإذا ممكن فتح. شكرا. بالنسبة إلى عدد الطلبة دكتور الآن التعليم العالي، هم مو 400، هم نسبة أكثر من نسبة، هم حوالي 5522,000 كذا أكسب طالب في مختلف الجامعات العراقية. فالعدد يعني أنا قلت لك الجامعات العراقية لا تستوعب، تستوعب فقط الآن حوالي 120,000 طالب، والبقية الآن يتسربون إلى المسائي وإلى الجامعات الأهلية، وقسم يروحون دراسات على حسابهم على نفقاتهم الخاصة، هواي منهم يروحون لأوكرانيا، يروحون تركيا، الدول العربية، مصر وأردن وغيرها، وعلى هالأساس يعني ماشي الأمور حوالي قضايا الجامعات. بالنسبة تقول يعني الصفوف الآن صبورة وتباشير متعبة وكذا، وأنا قلت لكم يعني تقريبا الآن 70% من القاعات الدراسية اللي موجودة بكل الجامعات هي صارت يعني بايت بورد وكل ماجيك وباوربوينت، يعني 70% ما أقول لك كلها، 30% بقت على القديم بعدهم، لو عدم نشاط الإدارة متى تسويها، لو عدم وجود تخصيص عند بالجامعة أو بالكلية، بس يعني أكو تقدم 70%. سابقا صحيح إحنا سابقا كنا صفر، ماكو ولا صار بي وايد بول، بس الآن صارت 70% تقريبا، حتى صار عندنا فيديو كونفرنسز على الجهاز تتصل مكالمة إنترانت موجود، إضافة الإنترنت إنترانت يعني موجودة، يعني التكنولوجيا بدأت تدخل يعني بسرعة. بالنسبة إلى أسئلة الدكتور مهند، إحنا طبعاً أكثر دراسة هي فول تايم، بس بارت تايم ننطي بس للطلاب الدكتوراه اللي هم من أعضاء هيئة التدريس، باعتبار إنه يحتاجون للتدريس هذا، فنطول بارت تايم فقط للطلاب الدكتوراه اللي هم منتمين للتعليم العالي بالجامعة. الأستاذ ليمي غير معترف به بالعراق لحد الآن. ما معترف به، نعم. قلت open university private تختلف، private يعني كلية بس تأخذ full time، تأخذ فلوس، مو open ولا distant، تختلف تماما، ما في distant، أكو distant ويعني ما حد يباع عليهم، دائما بالتلفزيون يعني يقولون هاي غير معترف بها، هاي الشهادات غير رصينة، غير كذا، دائما يعني تاخذون. فلحد الان الدستات ليرنينج يعني ما تشريع له. بالنسبة للادلت ايدوكيشن اللي فضلت به، احنا عندنا قلت لك انا يمكن عندنا دراسة مسائية. الان الكليات الحكومية والكليات الاهلية تفتح مسائي اللي هو ورا الدوام. فهذا ورا الدوام ياخذون عليه اجور. اجورها مو عالية يعني. بس هو اللي هذا الغرض، اللي مثلا موظف اللي يكمل دراسته ما يقدر الصبح يجي فيجي بالمسائي، اللي معدله قليل المسائي يقبل قليل، اللي عمره كبير لان ما بي ليمت على العمر، ما بي يمكن ما تصدقون يعني ذاك يعني قبل فتره واحد عمره 70 سنه جا قدم 70 سنه وقلنا له يا بس 70 سنه شلون انت هذا يا شيخ؟ اطلب العلم من المهد الى اللحد، شنو بدا يحكي لنا قصيده وهذا وانشاء وهذا، فموجوده هاي مال الدراسات المسائيه، نعم. اما بالنسبه لحضرتك كورسات من مكان لمكان، يعني هذه فكره ممتازه، وهذه احنا عده مرات طرحناها على هيئه الراي بالوزاره،
يسموها تعويم الدراسات العليا. يعني انت ما عندك امكانيات بهاي الجامعه، بس اكو اساتذه بعده الجامعات تقدر تسوي منهم تيم تفتحون هيك كورس. عده جامعات خارج بغداد وداخل بغداد يقتنعون بيها من تطلع، والوزير يقتنع بيها من تطلع ما يسوون. وظلينا هاي صار من 5 سنين نقول عليها هاي المصارف لحد الان، واللي هو جدا مهمه ويعني حقيقه تفيد البلد، تفيد البلد. نعم. توزيع الاشراف بين بريطانيا والعراق، يعني طالب هنا سنتين هسه تصير، بس على يعني على نطاق كلش محدود. مثلا الطالب يروح يسوي له بحث على قضيه بالعراق، يقضي له هناك 6 شهور، لو يقضي له سنه بالعراق يجمع ديتيل، شوف مثلا رفرنسز، شوف ناس كذا، يقابل جماعه، يقضي له فد سنه هناك ويجي يكمل هنا هذا، بس امتحانه يصير هنا بعدين. نعم. حتى ياخذ الشهاده من هناك، بس بعده محدود، بعده محدود. وهذا طبعا كلش تفيد البلد، واكو جامعات تقبل بها. مثلا الان احنا عندنا جامعه ليستر موافقه، جامعه سري موافقه، قالت ما عندنا انه الطالب ينقبل عندنا ويروح هناك يدرس سنتين، يقضي سنتين بالعراق ويجي عندنا سنه او سنتين. موجوده هذه يعني. بالنسبه للخريجين اين يذهبون ورا ما يتخرجون؟ هاي طبعا سؤال حقيقه عليه كويشن مارك كبيره. هو اولا احنا دائما يعني يسالون هذا السؤال، لان هو ماكو ربط الان بين التعليم العالي ووزاره التخطيط ووزاره الصناعه ووزاره الزراعه. كل واحد يشتغل وحده. او التخطيط يخطط شكل، التعليم العالي يخطط شكل، او التعليم العالي يقول انا عندي خريجين ثانويات اريد اقبلهم. انا ورا ما اخرجهم انا ما لي شغل بيهم بعد، خلي ابو التخطيط يرتب الامور. دول وين يروحون؟ بالزراعه، بالصناعه، بالمعامل الاهليه، مثل ما تفضلت الان المعامل الاهليه ماكو رايفت، يعني تقريبا صفر. ومعامل الدوله كذلك هو تقريبا واقفه. ولهذا تشوف من يتخرجون هذول وين لهم مكانات؟ ما لهم مكان. الكادر الوسطي اللي تفضلت عليه مين؟ دكتور علي. ايضا هو هذا القطاع الخاص اللي ياخذهم، او المعامل اللي تاخذهم، معامل حكوميه وقطاعات، اذا هذه كانت ضعيفه فالكادر الوسطي ايضا هو الاخر ضعيف. فايش تصير؟ تصير جماعه اللي داخلهم مال الكادر الوسطي مال المعاهد، يعني فالنسبه لا باس بها منهم، دول يروحون يشتغلون على حساب، لو سايق تاكسي، لو يفتح محل، لو يفتح موطن، لو المهم من يريد يروح يتزوج يقول انا عندي شهاده، ما يقولون يعني هذا ما عنده شهاده. ويتحين الفرص، بلكي يصير له فرصه يدخل الجامعه حتى ياخذ شهاده جامعيه. فهو السبب هو سبب حقيقه من الدوله. الدوله من تبدي يعني تفتح مشاريع ومعامل وصناعه، هذول كلهم راح يتعينون. بس للمعلومات حتى تكون ايضا مطمئن، خريجي الطبيه والمجموعه الطبيه كاملا هذول كلهم يتعينون. يعني الصيدله والطب وطب الاسنان والتمريض، دول كلهم تاخذهم وزاره الصحه، ما في غبار عليهم ولا واحد يبقى فارغ. النفط ايضا. الهندسه اكثر اقسامها يتعينون، خاصه هندسه النفط وهندسه المساحه. هذول كلهم تقريبا، هذول كلهم يتعينون مو تقريبا. فقط بس اكو اقسام اللي مثلا هندسه كيميائيه يتعرضون مرات ويا الكيمياء، فاكو ماكو معامل. هي المشكله ماكو معامل. لو اكو مثلا معمل بتروكيماويات، لو اكو معامل الاسفلت، معامل الاسمده، غيرها، هذول كلهم ممكن تبتصم هذه المعامل. البطاله اهل القانون كلهم يتعينون، اهل الاداره والاقتصاد كلها تتعين. اهل اللغه اللي يتخرجون عندهم لغه خاصه الانجليزي، هذول كلها تتعين. اللي عندنا مشكله في تعيينهم هم اللي يتخرج من عده مال قسم الاجتماع، قسم علم النفس، قسم الجغرافيا، التربية، الصحافة والإعلام، بس هسه ما شاء الله الفضائيات صارت هواي قامت تاخذ هواي من عندهم. هذول اللي باقيين. وكليات التربية كلها هذه من حصة وزارة التربية. احنا ايش قد بس بجامعة بغداد عندنا 5 كليات تربية. بس بجامعة بغداد عندنا 5 كليات، كل خريجية تروح حصتهم إلى وزارة التربية. فذول هي ليش أقول لكم الدعاية مرات يعني مضخمة؟
ماكو تعيينات وكلها قاعده كلها قاعده. الحقيقه هي هاي دكتور، انا احكي لك من ميدان، هاي الحقيقه انه بس دول اللي هسه قاعدين، البقيه لا كلها تعيين. دول اللي حكيت لك عنهم كلها الدوله كافله تعيين. الدكتور نجار تفضل. شكرا دكتور على المحاضره القيمه، ويعني اسهبت بها نواحي، لكن اكو بعض النواقص ناوي هناك. بالحقيقه نفس السؤال اللي قدمه الدكتور محمد زيني حول انه التخطيط بين الجامعات وبين المتطلبات وين راح يروحون دول. هل انه الجامعات هي مجرد يعني جامعات للخريجين في سبيل انه يتركون في الشوارع بعدين مثل ما قلت؟ اعتقد المفروض مو انه الجامعات ووزاره التعليم العالي ان تكون هي وحدها، وانما هنالك يجب ان يكون تخطيط كامل. يعني مثلا وين يروحون؟ هل انه هنالك مصانع، معاهد، زراعه، ري، هندسه، بناء، بنوك، اقتصاد الى اخره من المسائل. لابد من تخطيط بين وزارة التعليم العالي والجامعات ووزارة التخطيط والدولة أيضا، لأنه هذه راح تخلق مشكلة اجتماعية كبيرة، وإحنا طبعا عندنا مشاكل اجتماعية جدا كبيرة الآن بين الشباب وإلى آخره من الجنة. المسألة الثانية اللي هي أيضا مهمة، مسألة هنا يعني انتوا يجون بعثات بس تحددون لهم المده ان تكون سنتين او ثلاثه حتى يكمل متطلبات الدكتوراه. ترى يعني هسه لو تسال الجماعه اللي مكملين دكتوراه هنا، يعني ما تلقي لك واحد مكمل الدكتوراه مالته بسنتين وثلاثه هم يمكن ما تزيد عن ثلاثه. فانتوا بالحقيقه ما تعطون مجال لهؤلاء الطلبة أن يبقون حتى يستوعبون كل المسائل ويكونون يعني خريجين مضبوطين بشهاداتهم. القضية الأخرى اللي أريد أتحدث عنها وهي أنه إحنا هنا يعني رابطة الأكاديميين بنظامها الداخلي أنه مو فقط أنه تدافع عن حقوق الأكاديميين وتحاول تجمعهم. زين، في الجامعات والأساتذة من يدافع عنهم؟ هل انه هنالك نقابات مضبوطه للدفاع عن الاكاديميين والاساتذه والهذه له، ام ايضا مثل النظام السابق انه كانت المساله محزبه ويترك بس للحزبيين اللي هم يسيطرون على الوضعيات؟ يعني النقابه هي نقابه مهنيه، هي عباره عن منظمه مجتمع مدني. اضافه الى ذلك الطلبه ايضا لهم حقوق، يجب ان يكون لهم اتحادهم واتحاداتهم حتى تدافع عن حقوقهم. يعني انت مثل ما قلت انه ذول الطلبه قاموا بمظاهرات بداخل الجامعه، انتم ما تدرون شو تسوون لهم وما تدرون ويا من تتفاهمون، بينما لو اكو اتحاد طلبه مضبوط بانتخابات وعندهم ممثلين حقيقيين يمثلونهم كان لكم اسهل وللطلبه اسهل ايضا. وبالتالي هذه مساله مهمه اتصور الدوله ما انتبهت لها. وهنالك بالحقيقه يعني مع انه الجانب المهني اللي عرضته هو جيد جدا، هنالك دخول الاحزاب والفئات الموجوده والتسييس بالجامعات موجود، وهذا شيء اصلا يعيب يعاب على الجامعات. يعني موجود التسييس الى حد كبير، وبينما المطلوب انه استقلاليه الجامعات. إن نتكلم عن استقلالية الجامعات، يعني حتى مسألة أنه مثلا الوزير في الاجتماع السابق قبل أجل قال أنه راح نفتح 11 جامعة و17 ما أدري سيد العزيز 15 أوكي. فالجامعة من أنا أفهم الجامعة حتى تنفتح يجب أن تكون تبدي من كليات وتنشأ هي وتكون لها كيانها. الجامعة كيان كامل من يعني تنمو كطفل وتكبر وتصير جامعة. فالجامعة ليست هي مجرد انه بناية وتجميع اساتذة وطلبة وبعدين تكون جامعة. وبعدين الجامعة يعني الاكثار من الجامعات هو شيء غير مقبول. وشكرا. شكرا. الاستاذ ايلي سجل. استاذ ايلي تفضل. امين العفو. امين
استاذ امين سامحنا. اولا شكرا جزيلا على المحاضره الشيقه جدا والله. حقق غير العراق 50 سنة. القضية ما مطروحة، وهي قضية الأكاديميين الذي اغتيلوا. هذا كان هل كان لها تأثير كبير على الدراسة وعلى التدريس؟ نعم شكرا. انت لو بدك اثنين بس في البداية. لا خلينا ننطي للبنت احسن. تفضلي تفضلي بابا تفضلي سئل سؤال. انا اقول من العرب ما كنت تفضلي بالانجليزي مو مهم. بالهولندي بالسويسا ادرس بالحقوق. ف احكي بالانجليزي احكي ويحتكون ويستفيدون كذلك من المعلومات ويفيدوا في نفس الوقت. وعلى العكس كذلك انه بالامكان الجامعات العراقيه طلبه الجامعات العراقيه بالامكان يجوا سنه ثانيه او ثالثه يخلصوها في الجامعات هنا. هذا سؤالها. اما بالنسبه لسؤالي ارحب طبعا بالاستاذ البروفيسور على هذه المحاضره القيمه واشكره. الحقيقه ذكرتم ان التعليم قد تاثر تاثيرا بالغا وسيئا نتيجه الحروب والحصار في الزمن البائد، إضافة إلى أدلجة التعليم وحصره للحزب والسلطة الواحدة أو الحب الفردي. أحب أضيف أنه بعد 2003 الحكم في العراق أصبح متأثراً بالتيار الإسلام السياسي والنظام المحاصصة. فما هو رأيكم حول تأثير فقط يعني التعليم هو تأثيره لأن وجود هذا واقع حاضر. احنا محاصصة مثل ما تفضل الدكتور سعدي انه تأثير الأحزاب السياسية. فإذا بالضبط فإذا ما هو تأثيره؟ وأتمنى أن نجاوب بصراحة من شخصكم الكريم كأكاديمي وليس كمستشار ثقافي. شكرا جزيلا. تفضل دكتور نور الطيب. شكرا جزيلا. أولا شكرا للدكتور وأتمنى أن يكون هناك تواصل ولقاءات أخرى خاصة مع الأكاديمي الثقافي في المملكة المتحدة. الإشارات السريعة دكتور، مسألة هل الكم الواسع من الناس اللي يطلبون التعليم وهذه مسألة حقوق وإيجابية كبيرة، لكن المسألة اللي لاحظتها أنه بعد صدور قانون تقييم الشهادات مالية أنه الثانوية كذا يعطى الكلية كذا الماجستير كذا، جعل هناك مسألة اهتمام بالعلم بقدر ما الشهادة أصبحت أساس لحصول على امتيازات. فهل يعني كيف راح تميزونه؟ وهذا راح يأثر على مستوى التعليم والعلم في العراق بشكل مباشر. المسألة الأخرى اللي لاحظتها والحمد لله أن لا أزال بالتعليم من 40 سنة أن مستوى الهيئات التدريسية في العراق هو ليس المستوى الجيد بصراحة. ولاحظ هناك فرق بين التعليم في إقليم كردستان وفي باقي العراق في المستويات. هناك مسألة أخرى حضرتكم ما تطرقتوا إلى ميزانية التعليم العالي شقد الآن هي بمجملها. المسألة الأخرى أنا أتذكر من عندنا بالعراق كان الدكتور الأسود نحى الدكتور الموظف وأخيرا وليس آخرا المناهج الدكتور لا يوجد اي مبادره انه لا يعد مره بالمناهج. سنويا يجب ان يكون هناك فريق عمل من الاساتذه الكبار بالبروفيسوريه لاعاده المناهج. واخر مساله الدكتور اعتقد استقلاليه الجامعات مساله مهمه. شكرا. تفضل. انا لاحظ كل الناس اهملوا مستوى الطلبه مستوى العلم. ما هو منحني تطور العلم والثقافة؟
الثقافة بالجامعات العراقية. أنا برأيي باستمرار قاعد ينحدر حتى في ظل ظروف تحسن الاقتصادية والأدارية اللي تفضلتوا بها. عفوا تفضل. اي نعم شكرا. انا خرجت الاسم الكريم الاسم عادل هادي، خريج بريطاني، حاليا ادرس بحد الجامعات الفرنسيه. اي نعم تفضل. الشيء المهم بتقديري اللي لم يتم التطرق له هو مستوى الكادر الاكاديمي. انا بتقديري ان الاستاذ عندما يدرس لا يكفي ان يدرس بالطريقه التدريسيه كما يحدث في الثانويات او في بعض المعاهد. التعليم الجامعي يختلف. الاستاذ الذي لا يقود البحث سيكون تدريسه تدريس ثانوي، يكرر ما تعلمه من خلال الكتاب، ليست له نظره بعيده. هذه مساله واضحه بتقديري. هذه لا تحل فقط بارسال بعض المدرسين او بعض الاساتذه الجامعيين الى الخارج اللي الظروف اللي عاشوها كانت صعبه. بتقديري من المهم ان يكون الطريق معكوس. التعامل مع الجامعات الخارجيه ثم دعوه اساتذه اصحاب خبره كبار بالعمر لتاسيس مختبرات بحثيه داخل العراق بشكل دولي. هذه التجربة جربت بالهند ونجحت وأصبحت الهند مصدرة للباحثين والأساتذة. أعتقد هذه ضروري أن تكون في صلب السياسة التعليم العالي. الشيء الآخر، الطلبة الذين مثلا أتكلم عن طلبة الدكتوراه، لا أعرف ما يحدثون في بريطانيا، يعني الأعداد 200 500 لا بأس بها. هنا في بريطانيا التدريس هو يدخل في صلب كبضاعة أصبح بعد الخصخصة. الطالب عندما يأتي سيدفع نقدا للأساتذة. في فرنسا مثلا عندنا يختلف، التدريس شبه مجاني. لكن أنا كعامل بالتعليم الجامعي لن أقبل طالب إذا لم أتأكد أنه لديه مستلزمات كافية. حاليا الطالب اللي يجونه لا نتجرأ على القبول به. هل الطالب سيقوم بالبحث أم الأستاذ سيقوم بالبحث؟ هذا السؤال مطروح. عجبا من سيأخذون بعض شهادات الدكتوراه سيكونون هم الطلبة الذين اجتهدوا وأبدعوا وتعلموا، حتى عندما يرجعون تكون لهم قابلية البحث ليس التدريس، البحث على أقل تقدير. هذا سؤال مطروح. فمن ترسلون؟ ترسلون الذين عمره 40 35 وفي فترة لم تسنح له الفرصة للاطلاع على البحث على عالم المخلوق. هذا اللي نلاحظه احنا الطلبه اللي يجون ونجتمع مع بعضنا، هل نقبل ام لا نقبل؟ السؤال لا نستطيع ان نقبل، لا نستطيع ان نقبل. هذا شيء اخر. عليكم بالجيل الجديد، ارسلوا، تعاملوا مع الجامعات ضمن اتفاقيات ثنائيه او اكثر، ويجي اساتذه من الخارج حتى يروا الواقع العراقي ويقترحون، وليس العكس. الذي يذهب الى الخارج إن أبهر وإن لم يبهر سيرجع، لأنه سافر إلى الخارج، واسمحوا لي أن أقول راح يتكلم بشكل إيجابي. لكن في الداخل أن يرى وضع الجامعة بالداخل، هؤلاء من لهم الخبرة بالخارج. أنا لا أتكلم عن العراقيين الخارج، أتكلم عن أساتذة مرموقين لهم الإمكانيات. زين، هذا جانب آخر ينبغي أن نعير الاهتمام. شكرا. شيء ملاحظة أخرى للأخت اللي فضلت على قضية التعليم والتبادل. في أوروبا هذا يدور ضمن برنامج خاص أوروبي يوراسموس. مستوى الجامعات متماثل وضمن برامج خاصة، وبالتالي يتم الدعوة من جاء الطالب بإمكانه أن يروح من جامعة إلى أخرى إذا تمت موافقة الجامعة الأخرى عليه، لأن المستويات مختلفة. العراق في الوقت الحالي هل لديه اتفاقيات لتبادل الطلبة؟ بتقديري غير موجود. فإذا فكرنا مستقبلا ربما أن نفتح مع بعض الجامعات، وأعتقد الجامعات عندها رغبة لو تم التعامل وياها، أن تفتح باب لتبادل الطلبة لإكمال تحصيلهم آخر. نقطة أخيرة عفوا فاتني اللي بعض الزملاء قالوها اللي أعرفها، بالنسبة لبعض الجامعات المصرية والأساتذة المصريين اللي لهم باع
وعندهم نشريات متواصلة يتعاملون مع جامعات وأساتذة في الخارج إن كان في فرنسا أو في بريطانيا. يبدأ الطالب بحثه بالاتفاق مع أستاذين، أستاذ مصري وأستاذ في الخارج، على موضوعه، يهيئ بعض المسائل الأولية، ثم يرسل لمدة 3 سنين أو 3 لإكمال البحث. وبالنسبة للجامعة المصرية يتم الدفاع داخل مصر بس معترف به من الخارج. شكرا. مع الشكر. شكرا. أول شيء بالنسبة إلى دكتور سعد، يمكن النقطة الأولى كانت إضافة وليس سؤال خير. إضافة فعلا. بالنسبة للقضية الثانية، البعثات اللي إحنا يدزوها من الخارج إلى بريطانيا مو سنتين، يعني تنطيهم 3 سنين قابل للتمديد إلى 4 سنين. فهي المعلومة اللي عندك مو دقيقة يا دكتور. من غير كورس اللغة. من غير كورس اللغة، كورس اللغة هم 3 سنة أو 5 سنين دي. سماعتك ومشاركتك على السماعات هاي العادة، والفضائيات كلها على سماعتك ومسماعتك. يا انت هاي الحقائق قلتها، انت قلتها واحد جاي او الدكتور المستشار اللي قبله، العفو انا قلت المستشار المرحوم لا، كان جاي له واحد 3 سنين وما يقدر يكمل الدكتوراه، كانت مشكله بين التعليم العالي. أنا قلت هسه جمعك للشهور. مو أنت، أنا وياي. هو قال لك كذا؟ أي قليل. هسه إحنا يعني هذا واقع الحال. طلابنا اللي يدزوهم إلى بريطانيا ينطوهم على الدكتورات 3 سنين. أوكي. يجون دراسية تامة وراتب تام. وإلى حق يمدد سنة أخرى. واللغة عنده سنة قبلها. إذا فهي 5 سنين. وإلى حق على نفقة خاصة خاف. يعني بحثه يتخربط، المشرف مات، تغير فعلا يصير تغير، فعدها سنه ايضا الى حق يبقى على النفقه الخاصه. نفقه خاصه فقط هذا محدود. فقط سنه دكتور؟ على حق سنه ومرات يطول اكثر لان هي موافقه الوزاره. يعني بس هو على النفقه الخاصه محدود، اكو وقت محدود فيها؟ يعني يطول سنه، يقولوا له سنه ابقى حتى لا يطالبوا بالكفاله. ومرات اذا يطول يقولوا له انت وين رايح؟ انت المفروض كان تلتحق بفلان يوم. وبالتالي تبدي الاجراءات القانونيه عليه. فاذكر هذا من حلت ان شاء الله. بس انت 4 اسئله، اذا جاوبنا على 2 وحسينا محمد. لا 4. بالنسبه الى اتحاد الطلبه اللي حضرتك طالب بيه، هو كان مو طالب بيه يعني ضروره. اي ضروره، انت طالب بيه كان ضروره، ما قلنا شيء. اتحاد الطلبه كان موجود سنة 2003 و2004 و2005 واستغلت الأحزاب، صارت مشاكل وأصبح يعني أصبح كل واحد يريد له مكتب في الجامعة، هذا مكتب تابع لفلان، هذا تابع، وكلهم يقولون احنا هذا اسمه اتحاد الطلبة، ذاك اسمه اتحاد الطلبة العراقي، هذا جمعية المدري ايش للطلبة، يعني من هالتسميات. الى ان صارت مشاكل عديده، فقالت وزاره التعليم تجميله، والقانون مالته موجود، تعليماته موجوده، الى ان يريدون الوضع شوي يصير واضح وتطلع قانون الاحزاب، وتصير ب يعني ضوابط على الاحزاب والكتب، هذا ما تتدخل بالقضايا الطلابيه، عندئذ يقروا. وبعكسه الان اي واحد يريد يفتح مال اتحاد طلبه، اذا تريد اتحاد طلبه واحد تكون واحد مثل هنا يونيا، ماكو ما تصير هناك، بس حاليا ما تصير. يطلع من فلان كتلة هذا يجي هاجم. هسه ما شفت انت بالبرلمان تشوفه من كل القطع اللي يصير، فنفس الشيء ينجر على اتحاد الطلبه. اما بالنسبه للاتحاد الاكاديمي فتح اكو جمعيه الاكاديميين ثلاث بس ضعيف. نقابه لا مو نقابه يسموها ايضا رابطه الاكاديميين الجامعيين وقوه اتحاد الجامعيين العراقيين التدريسيين المعروفين ثلاث موجوده بالعراق، لا زالت ضعيفه. وهو اصلا الاستاذ همين ينتمي له، ما ينتمي لانه هي ترى يعني مشاكل الاساتذه قليله جدا، ماكو يعني مشاكل. هي شنو المشاكل؟ هي اكثر المشاكل ماديه. اذا هو راتب الاستاذ اقول لكم عليه كل الزين، يعني راتبه ممتاز، على المناقشات ياخذ، على الاطروحه ياخذ، على الاشراف ياخذ، على يقيم بحث ياخذ، فالحمد لله ملتهي بشغله وملتهي بفلوسه. ايش عنده رايح الاتحاد الاكاديميين وتعال وجي والنوبه انتخابات وصار حزب وما صار حزب؟ شنو بهالنغوه؟
وبعدين صارت هي محاولات انه مثل ما صارت نقابه معلمين خلص صرت نقابه الاكاديمي. صارت هاي الحركه، صارت هاي الحركه بس ما ليش موجوده، موجوده بس تبقى اللي هنا مثل هنا. هذا بلد مستقر بيعرف ايش يشتغل، احنا بلد شغل، يعني الوضع احنا غير شغل عندنا، الوضع السياسي والامني غير مستقر، وبالتالي كل هذه المشاريع اللي تفضلتوا بها هاي كلها تنظر عرض الحياه. ما تصير اذا ما يصير امين، وما تصير اذا يبدي يفكرون انه يصير امين ويستقر بالسياسه. استاذ امين قال اغتيال الاكاديميين، فعلا تم اغتيال الاكاديميين، وصل لحد الان 350 حوالي 350 اكاديمي. جامعه برداد كانت لها حصه الاسد حوالي تقريبا ثلث العدد جامعه برداد، مو ما اثر اكيد اثر، وكانوا الاكاديميين اللي اغتالون اكثرهم من يعني الاكاديميين المتميزين المعروفين، بس ما كانت تصير الاغتيالات مثل ما تصورون داخل الجامعه. مثلا من يطلع من بيت الصبح باتجاه الجامعه هناك تصير منطقته، من يرجع من الدوام يوم من يوصل منطقته هناك يضربوه لاسباب عديده. لحد الان يعني يمكن مصر تقول لحد الان الدوله ما كشفت ولا اكاديمي كيف قتل ومن قتله لحد الان من هذه 350 لاسباب نكتب ونقول ما يصير، لازم تقولون حتى تنعرف شنو السبب. ما حد يقول شنو السبب، انا من لحد الان ما اعرف والله، ما حد يقول يمكن اسباب يعني سياسيه امنيه مخابراتيه ما من. فهذا بس اثر على التدريس هذا، بس هو ترى بالعوده الاخيره اضمحلت. يعني لازم واحد يحكي الحقيقه. يعني احنا كنا سنه 2005 و2006 و2007 كنا مجلس جامعة برداد يجتمع كل أسبوعين مرة يوم اثنين، في كل مرة نقرأ فاتحة على أستاذ مختلف. حتى مرة من المرات كان ماكو، فأنا دبيت على أمين المجلس قلت له اليوم ما عندنا أحد، قال لا ما عندنا، فنبع عميد من عمداء قال لا نسيت فلان ترى أختي، وقمنا خلينا على الفاتحة. بس بعدين وراء 2007 2008 اختفى الواحد ما حاليا، يعني ما شبه ما لا هاي الحقيقه يعني، والحمد لله على ما جرى. بالنسبه للاستاذ وبنته، احنا اذا من طلاب من يدرسون هنا اللي يروح يرجع للعراق موجوده عن طريق دائره يسموها دائره التخطيط والمتابعه، الدراسات والتخطيط والمتابعه وزاره التعليم العالي، يسووا له يسموها مقاصه. يعني شنو المقاصه؟ يحولوها شويه مثل الهندسه وحولوها لكليه الهندسه. يا فرع مثلا صبر روح للصبر. فاهل الصبر اكو لجنه هناك تباوع، هو ايش دارس؟ والطلاب هنا بنفس المرحله ايش يدرسون؟ اذا كانت متكافئه ونفس المناهج قريبه لحد 70% ينقبل بنفس الصف ما يخسر ولا سنه. اذا قال لا بالعراق مثلا اكثر اكو مواضيع هو ماخذها، فلازم ياخذ هذا الموضوع اما نفس الصف وياخذ هذا الموضوع اضافي، او يرجع صف اخر حتى ياخذ القضيه. العفو هو فقط يعني تبقى سنه وترجع تكمل في كليتها، وبالنسبه للطالب العراقي في الجامعه العراقيه نفس الشيء، ياخذ سنه اي هاي لازم داخل الجامعه هنا حتى يجون لهنا، اكو الان اتفاقيات سموها 2 بلس 2 1 بلس 2 بلس 1 انه هناك سنه وهنا سنتين ويرجع سنه هناك وهكذا. هاي اتفاقيات تصير بين الجامعات اي موجوده بس قليله جدا، يعني كلش قليله محدوده. عندنا الان موجود باستراليا اكو عندنا طلاب، وهنا هسه اكو كم جامعه تحاول على هذا الشيء، راح يجي وفد بعد شهر الى احد الجامعات على هذا الموضوع ان شاء الله. تاثير المحاصصه على يعني الاساتذه والعمداء يعني هو اكيد موجود هذا، يعني على عنصر التعليم فقط، انا لا اتحدث عن الاساتذه. الاساتذه على 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 التعليم لا لا، بالاساتذه التدريسيين ماكو محصص ابدا، يعني ماكو والله بقسم الفيزياء لازم يصير هالقد كذا وهالقد كذا، ماكو حاجه هذا مو موجود. بس اللي موجود هذا هسه الجديد صار يسموه التوازن، هاي الكتل السياسيه بيناتها وين التوازن، جيب التوازن. هسه قاموا يفكرون انه كم عميد بهاي الجامعه، فلازم هالقد حسب النسبة، هالقد من هالمكون وهالقد من هالمكون، وهاي مدوخه الوزارة لأنه مرات ما تلقي هذا العمل. بس جو العميد ماكو شيء،
يعني عميد فما دون ما يعني المناصب الإدارية فقط بس القيادية مدير عام فما فوق وكانت ما موجودة هاي هسه بالجديد هاي قبل تقريبا سنة صارت لازم العميد فلان مكون وكذا وهالقدك وعدد واللي دوخت الوزارة وما خلتها تشتغل يعني عطل الشغل بس هذا الشيء بس ما مأثر على التعليم ما مأثر بالنسبة إلى دكتور نوري أستاذ دكتور نوري يعني معروف عنه الرواتب هي الإقبال سبب الإقبال على الدراسة مو فيها صحيح سبب أيضا رئيسي يمكن موجود كل العالم هذا حتى أنا الفلوس أما أنا يعني يقول لك أنا حصل فلان شهادة حتى راتبي زين ليش يروح واحد للطبية؟ لأنه راتب الطبيب هنا أنا عالي يقول لك والله راح أحصل شهادة مال طبية حتى الإنكم مالتي يصير عالي ما ادري معيبه مو معيبه ما ادري بس انا اعتقد هاي بكل العالم ماشي يعني ياخذ ماجستير احسن ما حد بكالوريوس ياخذ دكتوراه احسن ما عنده ماجستير فهو يعني مرتبط مش قضيه ما صار تزوير الشهادات هسه التزوير هذا موضوع اخر بس احنا تقول انت الاقبال على الشهادات على الدراسه قلت اكو اقبال شديد انت رديت قلت بسبب الاجور صحيح يعني بس من عنده سبب الاجور مو معيب ما في شيء يعني هواي ناس يقول لك ادرس والله وبس حتى يتزوج حتى هذا يعني الآن تقولون أن الطلاب مستواهم الأكاديمي موش العراق أنا أعتقد هذا أيضا كلام ما صح لأنه هذا حكم أنت شو كنت تحكم على الطالب عندما تقدر تقارن تكون دارس في هالجامعة ودارس في هالجامعة هو يشوف الفرق بين الجامعتين اما هو دارس بجامعه واحده ويقول له والله مستواك مو زين انا اعتقد اكبر دليل ان الطالب العراقي لا زال زين من ديج هنا ويا الطلاب من كافه انحاء العالم يقعد وياهم يتفوق الان الجامعات البريطانيه تفتخر بمستوى العراقيين وين ما يجون كل ما نروح جامعه يقولون العراقيين ممتازين هذا دليل على ان مستوى الطالب العراقي جيد لو هو متدني كان سقطه ودزهم كله طرد ما عندنا طرد احنا ترى يعني لحد الان ولا واحد جامعه طردته على الاطلاق ماكو هنا في بريطانيا قدك اعداد فانا اعتقد هذا واحد من الادله المهمه والبارزه اللي تدلل على ان مستوى الطالب العراقي لا زال زين التعليم هو كل العالم يعني اكو انحدار التعليم موجود حتى هنا احنا من درسنا مثل هسه احنا من جينا طلاب هنا ودرسنا مثل هسه لا فهو بكل العالم اكو يعني هذا بس من تجي تسوي كومباريزن ريلاتيفلي هاي ويا ذي تشوف ان الطالب العراقي لا زال متميز فاذا انا اعتقد ارد هذا الموضوع دكتور هذا ذكاء يعني ذكاء المهم مستوى بكره راح تطلع نتائج مال اي دكتور وشوف الجريده متفوقين 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 يخوش جيد دكتور اما والله انا المهم انقذ بلدي وانقذ اللي بي ترى هذا يعني واحد يقول صيت الغنى ولا صيت الفقر هسه واحد هذا الصين الصاف هسه هذا بلد وانت المفروض تفتخر به وتقول هذا بلدي والله زينين وخوش طلاب وبيضه وجهنا مو مبيضين وجهكم هنا طلابنا مو دي يتخرجون دكتوره ويا العراق ويا الانجليز ويا الامريكان ويا الفرنسيين ويا 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 بعد شكو شري وها هي نفس الشيء بالنسبه الى يعني القضايا الاخرى على المستوى يعني مثل ما يعني كان اكو سؤال على طول الصحافه تقول انتم الجامعات تقبلون الطلاب على الطائفيه يابا شلون على الطائفيه؟ يقول هاي الجامعه تقبل كذا من هالمكون هاي الجامعه يابا ابسط حل ابسط يعني دليل انه احنا الطلاب يجون من وزاره التعليم العالي والتعليم العالي تجيهم للثانويه ويقولون طب هذه استمارات مال القبول المركزي كل واحد يملي ويذبوها بالحاسبه وهي الحاسبه توزع على المعدلات واحنا يجون من التعليم العالي هم هذول موزعين وكاملين ايش ما تجي الطائفيه بعد يعني هاي الدعايه مال والله الجامعات هي بالحاسبه يجون ما تجي الطائفيه يعني لازم الانسان يكون ريزنبل يعني من يحكي حتى حرام يظلم بلده ترى اللي يظلم بلده مو قليله يعني هاي حرام عند الله كبيره بلده يفتخر به لازم فليش يعني هل بس واحد يعني
هاي حقائق، انا بدي احكي لكم حقائق. انا ترى مو لا سياسي ولا لي شغل، انا رجال مستقل، مش اشتغلنا بالجامعه وجينا هنا من الحقيقه، خلص وقتنا ونروح الله محمد وعلي بعد. بس هاي الحقائق لازم نقولها، ترى لا واحد يصير ضمن بلده. النقطه الاخرى استقلاليه جامعه الدكتور حكينا عنها، قلنا احنا طالبنا عده مرات. احنا حقيقه عندنا يعني اكو مراكز تطوير التعليم موجوده بكل الجامعات. هذه دائما تدرب الاساتذه، يعني الاستاذ بده يدرس بس لازم يجي يدخل في هذا المركز ويعطوا شهاده تسموها صلاحيه التدريس، ويعطوا بها ايضا معدل، اضافه الى ورش تصير تعليميه وتعليم مستمر، ورش اخرى تصير خارج العراق، يعني من كل الاطراف هو يصير تدريب للاساتذه، قسم هنا، قسم الدول العربيه، قسم داخل العراق، قسم بهاي. هذا مركز تطوير لازم كل استاذ يدخله، لازم كل واحد عنده مال صلاحيه تدريس، ويجون اساتذه فاضلين يعني يشرحون انه شلون تدرس وشلون تعلم، شلون تخلي الاسئله، وشلون تعامل الطالب، وشلون النوع يعني القضايا التربويه اللي تصير صاحب التعليم وياها. فاعتقد اكو قصور، اقول لك اكو قصور. نفس الجامعه دكتور؟ نفس الجامعه، نعم، نفس الجامعه. اكو قصور، يعني ما اقول لك يعني الان مستوى التدريسي ممتاز بالعراق، انا ما اقول لك، بس اقول لك الكيرف ده يمشي، يعني ده يصعد، بس ات جنتل سلوب اشكل، ما اقول مو يعني كونستانت ولا هيك ده ينحدر، لا، هو ده يمشي. بس يعني ات جنتل سلوب، ان شاء الله نوصل للنتيجه المرجوه بعون الله. دكتور سميحك عذرا، احنا ساعتين قضينا الان في هذه الامسيه، ما وهناك عدد من الاعزاء يريدون المداخله، واحنا وقتنا ما يسمح حسب تعليمات الكونسل اكثر من التسعة ونص بالاقصى، والان الساعه التاسعه يعني، فما ادري نستمر اذا مو تعبان حتى نفسح المجال للاخوه اللي سجلوا. راحتكم، انا بالنسبه لي ما عندي مانع. الاخ الشمري تفضل رجاء باختصار. اي جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا ملاحظه واحده او ملاحظتين باختصار، هو المناهج التدريسيه في الجامعات العراقيه. انا اشوف الدكتور جنابكم يعني غير معذورين في هذا التبرير، لا بد انه تتغير هذه المناهج الى مناهج افضل، وممكن بالسرعه يعني اللي موجوده في باقي الدول. واكو موضوع اخر هو المعادله. لكل واحد سؤال، اسمحوا لنا الوقت يعني. بس معادله الشهادات اجراءاتها جدا صعبه في وزارات التعليم العالي. شكرا الاستاذ البكاء، دكتور البكاء. شكرا. تفضل. فقط على قانون الخدمه الجامعيه ومساله العمر للاسف، احنا اللي نعرفه ان كل الجامعات تفخر انه عندها عدد من الاساتذه اللي يحملون لقب الاستاذين، لكن احنا للاسف يقللون العمر الى 65 ويطلعون تقاعد، وبهاي تفقد الجامعه كثير من الخبرات والاساتذه. شكرا. دكتور حميد. اي نعم. سؤال واحد. بس. اولا اشكر الاستاذ ملحق على محاضره قيمه جدا جدا ونافعه. شكرا. السؤال هو كوني معماري في بريطانيا، البروفيسورية من كليات المعمارية جامعة بغداد النهرين أرسلوا إلي طلاب يدرسون دراسات عالية ماجستير ماهرين، ورادوا يصيرون أعضاء في معهد يسموه الـ RIBA اللي هو Royal Institute of British Architects، ولكن بعد ما قدموا الأطروحات والمناهج ريبا ما اعترفت بيهم، فكان اقتراح بعد ما رحت لبغداد العام الماضي أن يسوون توينينج أو توأمة مع الكليات مع الـ RIBA،
بس الان اي بي اي تريد متطلبات مثلا يجب على الكليه ان تحتوي على 20,000 كتاب، والتدريسيين عندهم شهادات حرفيه مو بس شهادات، والمناهج يجب ان تكون مطابقه للمناهج اللي تدرس في بريطانيا. شكرا. استاذ كريم السبع. سؤال، العفو دكتور، سؤالي ايش قد نسبة الدراسات العلمية إلى بقية الدراسات الإنسانية؟ وهل توجد مستلزمات البحث العلمي والمختبرات وأي شيء؟ هذا واحد. السؤال الثاني، سؤال واحد. لا هو أما حكاية 601 سأكون ريزنبل وسأستخدم العقل مع الأستاذ. هناك 40 دولة غربية، ما بين أوروبا الغربية وأمريكا وبريطانيا أستراليا. في أمريكا 300 جامعة، في بريطانيا 110 جامعات، في فرنسا أكثر من 60 جامعة. يعني بس ثاني 600. هناك في الدول الغربيه هناك 4,000 جامعه. فليعذرني الدكتور، حكايه انه احنا عندنا جامعه تكون 600 هاي اتس اوت اوف ريزن، وساكون شاكرا لو وصل يكون ترتيبنا 8,000 من 10,000. شكرا. حكايه الشيء الثاني باختصار شديد، يعني انا منذ 10 سنوات درست الماجستير واكملتها في مجال التربيه يسموها انفورمال ايدوكيشن، اي التعليم الخاص. وكان الاستاذ حسب ذكري لي بانه كان في الرساله من افضل الرسائل في تاريخ الجامعه. أنا دفعتها من جيبي في ذاك الوقت مع 6,000 أو 7,000 أنا درست الآن وتأخرت عن الدكتوراه بسبب عليها دفعة من جيبي. الدكتوراه الآن حوالي 12,000 يعني دفعت 3,000 أسوي أهلي من الخراب ومساعدة. أنا عم أسأل طالبي إذا يكلفكم 4 مليون لماذا هم الكفاءات يعني 10,000 باوند يقدر يرجع لكم يخدموا 10 سنوات؟ لم تنتبهوا إلى هناك جيب، أنا من جيب مؤجل حرمت من البحث العلمي. أكثر من ما موجود هنا في بريطانيا أو في أوروبا اللي هي 3 سنوات، طبعاً هي عقدة للعراقيين أنه لازم 4 سنوات حتى يصير بكالوريوس، وعندما يكون طالب الدكتوراه يتجاوز المدة المقررة 4 سنوات إلى 6 سنوات يحاسبونه يقول له شلون على أساس حصلت 6 سنوات؟ هاي ما نعتبر بها، فإذا أكو تناقض في موضوع الوقت. أنا سؤالي وين؟ متى أو هل هناك إمكانية ربط برنامجنا التعليمي أو شهاداتنا مع النظام الأوروبي والنظام؟ شكراً. آخر المتحدثين معذرة، شيخنا شيخ الصحفيين خالد القشطيلي، تفضل. بالحقيقة مواصلة لكلام الأخ الأستاذ، هذه سنتين ثلاثة نقطوها اللي تلامذت الدكتوراه معناها دا يشربتوها للشهادة من دا يرجعون، لأن هنا في بريطانيا أكثر الناس اللي يلتقبيهم من الخريجين تلامذة يستغرقون 6-7 سنوات في كتابة الدكتوراه. أنا ابني نائل هو إنجليزي ابن ناشئ في هالبلد هذا، وتعب هواية على الدكتوراه مالته، 5 سنين أخذ إلى أن حصلها. فهاي سنتين ثلاثة تكشف لنا ضحالة الأساتذة العرب عموما يعني مقارنة بالآخرين. شارلز داروين أخذ 20 سنة إلى أن كتب أصل الأنوار. السنتين ثلاثة يعني لا شيء، لكن السؤال اللي أنا أريد أطرحه حول آخرين، وهذا يتوقف عليه مستقبل العراق ومستقبل أي دولة. كم نسبة الطلبة اللي يدرسون إنسانيات؟ كم نسبة الطلبة اللي يدرسون علوم؟ كم نسبة الطلبة اللي يدرسون تكنولوجيا؟ هذا مستقبل البلد يتوقف على السؤال. أول شيء بالنسبة للأستاذ الشمري على المناهج، أنا يعني قلت المناهج تمشي بشكل بطيء وإرادة تكون أسرع طبعا، والسبب ليش تمشي بطيء أنا ما عندي وقت كنت أتكلم يعني بإسهاب عن الموضوع، لأنه بالعراق المشكلة الرئيسية أنه ما زال ماكو استقلالية الجامعات، فلازم كل الجامعات تحت خيمة وزارة التعليم العالي، وبالتالي كل الجامعات لازم عندها نفس المنهج. فإذا كل الجامعات عندها نفس المنهج فسووا التالي: أول شيء سووا الجامعة الطاعية يسموها تخصصية هندسية وطبية وعلمية، بعدين سووها سموها لجنة العمداء، يعني يجي عميد كلية الآداب ببغداد وبالكوت والبصرة والموصل يجتمعون تدريب نجوم مختلف المحافظات على ما يجتمعون في السنة لو مرتين لو ثلاثة، تنعرض عليهم قضايا تغيير المناهج أو تحسينها.
واذا اثنين عارضوا واثنين ناقشوا وخلص الاجتماع وتغدوا وطلعوا وينتهي الموضوع بدون قرار. فهذه العمليه كثيرا ما تتعرقل عمليه تغيير المناهج. لو الجامعه مستقله مين راد تجمع انت من كل المحافظات وكل الجامعات تجي حتى تحكي تقول يا ابي اريد اغير فلان موضوع، فلان مفرده، اريد الغي هذه، اريد انزل هذه. فاستقلاليه الجامعات مثل ما قالوا الاخوان موضوع جدا مهم. حتى الجامعه هي تاخذ طريقه تغير منهجها، تكتب بكيفها. اكو جامعات هنا كل الزينه بموضوع ومو هالقد بموضوع اخر، معروف هذا. هناك ماكو شيء، لانه الوزاره يعني مهيمنه على كل الجامعات وماكو استقلاليه، فالمناهج يجب ان تكون واحده اشتراكيه في الجامعات. هذا السبب. وانا وياك المفروض يعني لو تصير استقلاليه هذا الموضوع هذا ينحل وحده. هاي النقطة مال معادلة الشهادات فعلا هاي مشكلة، حتى من جل الوزير الناس اشتكوا جماعة يم الوزير. هاي القضية يم دائرة البعثات، ودائرة البعثات الحقيقة ما تكلفت آلية سهلة وبسيطة لحل مشكلة معادلة الشهادات. مسوية لجان تخصصية وهم ما تصرف لهم اعتقد مبلغ زين وما يجتمعون هواية يعني ما يهمهم. ولهذا شوف العمليه تتاخر معادله الشهادات، ودي ونجيب وصحات صدور ورجع صحات صدور، تجيب المنهج تجيب المفردات وهذا، ولهذا تتاخر. وانا وياك هذا يعني خلل كبير دائره البعثات على معادله الشهاده. بالمناسبه ترى انا مو متحدث يعني باسم الوزاره، خاف على بالكم يعني بالوزاره، مو متحدث بالوزاره، انا دا احكي حالي حالكم يعني. بس تقولوا لي يصير هيك اقول لا ما يصير، بس هو قرار مو بيدي. انا احكي لكم مثل ما اللي موجود اللي موجود. الاستاذ البكاء قانون الخدمه الجامعيه هو الان صحيح على يعني 65 لمن هو بدرجه استاذ مساعد فما دون، بس درجه الاستاذ 70. اذا عنده استاذيه ممكن يبقى لل 70 بس. لا 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 هي موجوده، بس هي شنو ما سووها مباشره من ال 65 لل 70، سنه سنه يعني مددوا لك سنه سنة الثانية يقدموا لك دولك، ودوك لجنة طبية يقول يابا مؤهل يقدر يوقف يقدر يدرس يقدر يحكي ويا الطلاب ويدرس يعني صحته ما تساعد قسم من عندهم. فعلى ضوء مشكلة بالكفاءات اكو ناس رجعوا هم السبب سدوا الطريق على غيرهم. يجي يتوسط ياخذ درجة ياخذ تخصيص مالي يصدر له امر وزاري او جامعي، ويجي اول ما يجي يقعد اسبوع يقول اني ارجع اصفي شغل فالاسبوع فالسنه، ياخذ سنه وراها سنه بدون راتب، وبعدين يعتبر مستقيل طبعا اذا ما يجي. يعني يلغون الامر فيجون. باسمكم جميعا نحيي البروفيسور موسى الموسوي على ما تفضل به، وشكرا لكم. موعدنا الأسبوع القادم مع دكتور زينب.